الأهلي يبدع ويمتع ويقسو على بيراميدز ويلقنه درسا قاسيا ويكتفي بثلاثية في مرماه ويقتل الطموح. كابتن كبير ألف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن. ويمكن أنا وأنت قبل المباراة اتكلمنا في النتيجة دي وبعدين بصينا لبعض وقلنا يعني في الحالة اللي احنا فيها دي ممكن يحصل كده. وكل التوفيق بصراحة للنادي الأهلي النهاردة، كل التوفيق وهارد لك لفرقة بيراميدز. أدوا شوط تاني الأهلي بيراميدز بصراحة كورة كبيرة جدا، يعني بقى لنا كتير قوي ما اتفرجناش عليها. سرعة في الأداء، أطراف كلها بتتحرك، الأهلي خد على عاتقه الهيبة بتاعته. ودي جاي من علاء ميهوب، يعني يقول لك هيبة الفريق طبعا بتبقى ليها وضع تاني. الروح فرقت كتير قوي مع لعيبة النادي الأهلي. بتحس يعني انت كنا بنتكلم دايما ايه 4 2 3 1 3 4 3 مش لا لا لا، النهارده كان الملعب كله بيتحرك لقدام، الملعب كله بيدافع. الحته اللي احنا كنا بنتمناها ان الاهلي يلعب شويه مدافع، الاهلي يعرف ازاي يدافع مع فرقه زي بيراميدز. لازم تتعلم انك تقف تدافع، لازم تعمل ارتكاز، لازم تعمل التزام في التحركات، تحرك الكوره واستسليم وتسلم. حاجات كتير النهارده، مكاسب كتيره غير الثلاث اهداف الحقيقه. بقى كتير ما كسبناش فرقه بيراميدز، هي فوز كبير وغالي النهارده. بحيي روح لعيبه النادي الاهلي كلها النهارده على هذا الاداء، وبتمنى لهم المباراه الجايه يبقى في ريفنج بنفس الشكل باذن الله. لازم يثقوا في نفسهم ان هم يستطيعوا، وما اعتقدش ان يعني صن داونز اقوى من بيراميدز. فانا ببارك للعيبه والجهاز الفني والجماهير النادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله. ولينا كلام تاني فنيات فنيات ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي. فوز مستحق، وما فيش حد كان متوقع ممكن تكسب 3 النهارده، خصوصا مجريات الشوط الثاني. لكن قدرت تكسب، وكسبت بحاجه بسيطه جدا كنت لازم تعملها من الاول، انك تضغط على لعيبه بيراميدز. بس لعيبه بيراميدز اخطاهم كتير جدا صح. جدا جدا، خصوصا في الخط الخلفي. وقلنا على احمد سامي وقلنا على علي جاب، اخطاهم جامده جدا. بس انت اضغط الاهداف كلها لما تيجي تتكلم عليها كلها ضغط واخطاء منهم هم، نتيجه انك بتضغط. ايوه ضغطه مره من ديانج، مره من حمدي فتحي، مره خطا عمرو السوليه. فهي كلها انت اللي كنت ناسي حاجه مهمه جدا تعملها، انك تضغط على لعيبه بيراميدز. بس عملتها الشوط الثاني. استقبلت اللعب الشوط الثاني، ما كنتش انت المستحق الشوط الثاني، لكن في الاخر انت قدرت تاخد 3 نقاط. صحيح. بنتيجه عاليه جدا 3-0، وده المهم النهارده. ايمن دي كانت اهم حاجه الحمد لله النهارده. الحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك. قدر الشوط الثاني لعيبه الاهلي يستغلوا اخطاء خط دفاعات بيراميدز ويكسبوا بنتيجه ثقيله الحمد لله. طبيعي. اول كره تقريبا في الشوط الثاني دي فرقت معاك كتير جدا جدا جدا. ضغط على عبد الله السعيد، اتاخر، راحت لقفشه، قدر يجيب جون. فرقت كتير قوي لان هم ابتدوا يجسفوا قوي في الهجوم، ابتدى ديفنسهم يتفتح، نص ملعبهم يتفتح. رغم ان هم الشوط الثاني شكلهم يعني شكل رايع على الجون عندنا اكتر ومحاولاتهم اكتر، ولكن انت كل مره كنت بتستغل خطا من عندهم بتعرف تجيب هدف، وقدرت تستغل الاخطاء اللي وقعوا فيها وجبت 3 اجوان حلوين وقفلت على في نص ملعبك. جهد كبير من اللعيبه الشوط الثاني، ويعني ما فيش حد قصر، كل الناس قاتلت لغايه اخر ثانيه. وزي ما قلت لك استغلت الاخطاء واندفاعهم الهجومي لمحاولتهم التعادل، وقدرت تجيب هدفين كمان غير الهدف بتاع قفشه للسوليه، حلوه قوي بباطن القدم، ثم شريف من متابعه جميله جدا. وقدرت تكسب بثلاث اهداف، نتيجه تعتبر هيف سكور، نتيجه كبيره على بيراميدز النهارده يعني. طيب نروح لملعب المباراه وزميلنا كريم احمد ولقاء مع كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي. بجد تحليلك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الاستوديو التحليلي، واحد بالحقيقه من نجوم النادي الاهلي للفتره القادمه ان شاء الله، منتظرين منه الكثير. كريم فؤاد اللي ببارك له النهارده، بحييه طبعا على مجهود اللعيبه وعلى الاصرار الكبير، تلاحم كبير يا كريم وضغط، لكن الروح والجديه اللي احنا بنشوفها بنراهن عليها على طول، وثقتنا كبيره فيكم. مبروك، فوز كبير النهارده على فريقنا. برحب بحضرتك الاول، والله يبارك في حضرتك. احنا والله الحمد لله احنا بقى لنا فتره مركزين من ساعه الخساره بتاع صن داونز، واحنا رامين بعض وبنتكلم بعض بشكل كويس، وحاطين هدف الفترة الجاية ان احنا عندنا 4 5 ماتشات لازم نحقق العمل الكامل في الماتشات كلها.
والحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، قدرنا نحقق فوز في الماتش ده والماتش اللي فات الحمد لله، وان شاء الله عندنا ماتش جاي عايزين ناخد 3 بوينت ان شاء الله. اكيد في كل مره الروح الكبيره اللي بين كريم وبين اكرم وبين هاني وبين كل اللعيبه هي دي سر من اسرار النجاح، مين يكون متواجد؟ النجم هو اللي النادي الاهلي. بتشوف العلاقه دي وتاثيرها وحب الجمهور ليكم بشكل عام، ده امر مبروك منه طبعا يا كريم. اكيد طبعا احنا كلنا يعني واحد في الملعب، مش مهم زي ما انت لسه قايل مين موجود ومين بره، احنا اهم حاجه ال 11 اللي في الملعب يكونوا قد المسؤوليه، واحنا والله كلنا بينا حب وصداقه، يعني ما فيش فرق انه واحد بيلعب في مكان يلعب انا ابقى متضايق، ما فيش الكلام ده خالص، احنا كلنا بنحب بعض. وزي ما انت قلت انا اكرم اقرب واحد ليا في الفرقه، يعني اكتر واحد بحبه واكتر واحد صاحبي، فما فيش حاجه اسمها عشان في مركزي يبقى متضايق او كده، فكلنا بنحب بعض وكلنا اصحاب. يعني صعوبات كتيرة يا كريم وتلاحم كبير جدا للمباريات، وعندنا موقعة مهمة جدا وهي ماميلودي سان داونز. خلصتوا المباراة، الفرحة 3 دقايق، هتروح على الفندق وهتطلعوا على دوافع جديدة برغبة جديدة مع فريق سان داونز، شايف المباراة ازاي وشايف أهمية المرحلة اللي جاية؟ هو أكيد احنا بناخد كل خطوة خطوة يعني، وكل ماتش بناخده لوحده، ويعني إن شاء الله يعني الفرحة ما تطولش، احنا زي ما أنت لسه قايل 3 دقايق هنفرح وبتاع، لكن من أول ما نطلع سلم الطيارة واحنا مركزين الماتش الجاي، وعندنا دوافع الفتره الجايه الماتشين الجايين بتوع افريقيا لازم ان شاء الله يعني نكسبهم، ربنا يوفقنا فيهم باذن الله. يعني انا مش طول عليك، لكن تقولي لجمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي سر من اسرار النجاح يا كريم باذن الله. طبعا بشكرهم جدا على المسانده والدعم، يعني بيدعمونا بشكل كبير، وهم دول يعني بصراحه يعني السر في الفوز والنجاحات اللي النادي بيحققها، ويعني ان شاء الله يعني نقدر نسعدهم الفتره الجايه باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا. بنشكر اكيد واحد من نجوم النادي الاهلي كريم من فؤاد على هذه التصريحات. القادم افضل ان شاء الله يا كابتن ايمن، وده اللي بناكد عليه في كل مره، الاصرار الكبير اللي احنا بنشوفه، تصريحات لعيبه النادي الاهلي والعلاقه الطيبه بين الجميع هي دي اللي بتنجح بنسبه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي في كل المحافل، طبعا البطولات المحليه والبطولات الافريقيه. يا رب ان شاء الله مباراه ماميلودي سان داونز تكون من نصيب النادي الاهلي، بالجهد والاصرار والعزيمه نقدر نتخطى هذه المباراه ونعود من جوهانسبرغ ب3 نقاط يساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في المجموعه الصعبه جدا في دوري ابطال افريقيا. كابتن عادل الف مبروك، النادي الاهلي يستعيد الصداره مره اخرى بفوز هائل على بيراميدز. ما احنا قلنا الاهلي لما بيدي للفرق وضعات طبيعي النتيجه تبقى كده. اقول لك حاجه، بان من ساعه ما بيراميدز كان موجود في الدوري احيانا كنت بحس ان اللعيبه مشدوده لي، مش عارف، لما ادوا المباراه وضعات طبيعي اكسبت 3 وكسبت سهل. على فكره انت كسبت سهل، يعني هم فرقه كويسه طبعا بيراميدز، وعملوا مباراه مش وحشه، ولكن الاهلي كان افضل كتير النهارده. يعني نتيجه 3-0 ما يعني ما يقولش ان في حظ، لا خالص، تقدر تقول ان في لعب كوره كويس، استغلال الفرص كويسه، ودي من اهم عناصر الفرق الكبيره طبعا، انك انت ممكن انت تبقى طول الماتش بتشتغل والنجم ممكن يخلصك في ثانيه، زي جون السوليه، زي جون مجدي قفشه، استغل فرصه صغيره وقدر، او حاجه يعني الاسيست اللي عمله عبد الله السعيد العالي لقفشه ده، يعني استغلها قفشه طبعا. السرية الكرة حطها بمنتهى السلاسة ومنتهى الفكر العالي وشايف، ودي حاجة كويسة قوي. فعلشان كده بقول لك كابتن أيمن، لما بندي الفرق حجم أكبر من حجمها ها بتتعب معاها شوية. لا النادي الأهلي ما يديش ده الحجم بتاع الفرق الطبيعي، أنا مش بتكلم على فرق مصر، بتكلم بصفة عامة أي فرقة كبيرة في العالم. حالة الضغط يا كابتن، أي فرقة كبيرة في العالم النادي الأهلي في المنطقة هو أكبر فرقة طبعا. الفرقه الكبيره دايما ما تحسس ان في ند بينك وبين الانديه الاخرى حتى لو نفسيا. ايوه انت بتضغط عليهم، لما ضغطت عليهم ايه اللي حصل؟ عبد الله السعيد اخطا، لما تسيبه يلعب براحته ايه اللي بيحصل؟ يمشي عليك كوره ويلعب عليك كوره، تمام. لكن انت النهارده مبروك، بعد كده اي فرقه نحترمها، احنا بنحترم جميع الفرق في كره القدم، ولكن ما تدهاش وضع اكبر من وضعها معاك. انت دايما تبقى الفاعل، يعني انت النهارده كسبان 3-0. ناس كتير قوي لما كانوا يتكلموا على المباراه دي يقول لك المباراه تبقى صعبه على النادي الاهلي ومباراه فرقه بيراميدز، فرقه كويسه، لكن انت الاهلي
ما هو لازم تعرف دي حتى لو عندك لعيبة كويسة في الفرقة التانية. لا انت عندك روح وعندك شكل اخر. انا قلت لك قبل الاستوديو او قبل الماتش يا كابتن ايمن مشكلتهم في ايه بيرم؟ في الروح. ايوه هم لعيبة كويسة قوي. يعني انت ممكن تجيب المهاري لكن هتشتري الروح منين؟ تجيب الروح منين؟ صح. انا قلت لك علشان كده الفرق الكبيره اللي ما عندهاش اساس جماهيري وعنده حد يحاسبه، انت فاهمني انا بتكلم على اللعيبه. ايوه اصل جمهور الاهلي هو اللي بيحاسب اللعيبه، بيحاسبهم ازاي؟ مش الجهاز الفني ولا النادي. بيحاسبك في الشارع وانت ماشي بجد. ايوه دايما كنا يقولوا لنا العب علشان الناس اللي هتقابلك بره، مش انت اللي هت يعني مش المدرب يقول لك برافو عليك ولا مش برافو عليك، اللي بيحاسبك بصه الناس، النظره ليهم. انت بتمشي في الشارع يا كابتن بعد اي ماتش احنا مبطلين بقالنا قد ايه، لما النادي الاهلي بيلعب وحش او بيتغلب الناس بتكلمنا احنا وكاننا احنا بنلعب وكاننا احنا لعيبه جوه الفرقه في الوقت الحالي. لما بنلعب كويس بيقولوا لنا مبروك، ولما بنبقى وحشين بيقعدوا يقولوا لنا انتوا وحشين انتوا وحشين انتوا وحشين. كل منا في موقعه. اه فهو ده النادي الاهلي. لا انا قلت الروح بتاعت بيراميدز ممكن يكونوا لعيبه كويسه لكن لو اتخطفوا جون ولو اتضغط عليهم هياخدوا الثاني وياخدوا الثالث وياخدوا الرابع. ليه؟ لان الروح عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤسس عنده روح عنده قوه عنده فخر بنادي. هي دي الفرق الكبيره كده. اه بالتاريخ طبعاً. يعني دائما الحساب بيجي من التاريخ. صحيح. فالخوف الخوف من انك انت بجد يعني انك انت طول الوقت عايز تبقى كل واحد. انت عارف كنتوا بتتكلموا على الاهلي ما بيعرفش يدافع. اه ما بنعرفش ندافع، وانا بقولها وما زلت الاهلي ما بيعرفش يدافع لانه مش واخد على كده. لكن جه الوقت في هيطلب مننا ان احنا ندافع ودفاع منطقه وحاجات كده كتير، فلازم نتمرن عليها كويس. انا بقولها لك بمنتهى الامان. طيب تعال نروح لزميلنا كريم احمد ملعب مباراه مره اخرى ولقاء مع الكابتن سامي مصان مدرب النادي الاهلي. مرحب بيك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي نجوم الاستوديو التحليلي. فوز مهم جدا الحقيقه، مباراه اليوم مباراه غايه في الصعوبه، وقبل كمان مباراه اهم وهي مباراه ماميلودي سان داونز، لكن كل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي المدرب العام. مبروك يا كابتن سامي، التحدي كان كبير جدا النهارده بالنسبه للاعبين، ضيق الوقت والتلاحم الكبير جدا رهاننا كان على النادي الاهلي وعلى جمهوره. الجيم شايفه النهارده ازاي؟ نتيجه كبيره على فريق النهارده كبير زي فريق بيراميدز. طبعا تحيه كابتن ايمن واقول مبروك طبعا لضيوفه، زي ما انت قلت مباراه مهمه بالنسبه لنا. اي نعم مش هي اللي هتحسم بطوله الدوري، لكن مهمه، خطوه مهمه جدا وبطوله مهمه جدا. انا عارف جمهور النادي الاهلي مستني قد ايه المباراه ديت، لكن اعتقد الحمد لله اللعيبه النهارده الحمد لله كانوا رجاله جدا وادوا اداء مميز جدا. اعتقد الحمد لله النتيجه مستحقه، اداء ونتيجه، لكن هي خطوه نحو الدوري لكن مش كل الدوري. يعني اشكرهم طبعا، اشكرهم على الجهد دوت على التعب دوت على التحدي دوت والاصرار، اللي هو لعيب النادي الاهلي مختلف، النادي الاهلي مختلف، فاعتقد الحمد لله بياكدوا المفهوم دوت الناس. وزي ما انت قلت الجمهور بعد ربنا دعم كبير جدا، والنهارده ادى باور كبير جدا للعيبه. اتمنى ان شاء الله الجمهور يرجع اكتر واكتر، يدينا دعم اكتر واكتر، واتمنى ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنهم ودايما ان شاء الله نرضي طموحهم وان شاء الله نكون احسن ان شاء الله. شكرا. بالتاكيد بنشكر اكيد الكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. مبروك يا كابتن سيد، فوز مستحق الحقيقه لفريق النادي الاهلي. التحدي كان كبير النهارده، وجود الجمهور كالعاده ودوره الكبير قبل مباراه ما بين سان داونز رساله مهمه جدا للجميع يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا، يعني فوز مهم زي ما انت قلت في الدوري مع الفرقه اللي يعني قريبه منك، يعني فرق نقطتين بس، وفرقه طبعا الحقيقه عامله شغل كبير قوي السنه دي يعني. لكن اللي عايز اكد عليه بس ان احنا كان عندنا اسبوع صعب، اوله عدى على خير ان شاء الرحمن، ان شاء الرحمن باذن الله يبقى اخره على خير برضه باذن الله. هنروح نتعشى دلوقتي وبعد كده هنطلع على المطار عشان عندنا حاجه مهمه جدا برضه في افريقيا ان شاء الرحمن. يا رب الاسبوع زي ما قلنا يعدي على خير باذن الله تعالى. رهان دايما على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وعلى الروح، لان التلاحم كبير والضغط كبير جدا. بنقول الله يكون في عين اللعيبه، الله يكون في عون الجهاز الفني، ما بتلحقش تذاكر الفرقه ريكفري، امر صعب جدا، لكن النهارده هي الروح يا كابتن سعيد. انت ارتضيت بالامر ده خلاص، فلازم تبقى عارف كويس قوي ان خلاص المباراه كلها حاسمه وكلها فاصله، مش عايز اقول انها نهائيه لكن مهمه في المشوار المحلي زي مباراه سان داونز مهمه. هنتعشى دلوقتي وهنبص على طريقنا ان شاء الله، ومن بكره الصبح ان شاء الله عندنا برضو نهايه اسبوع زي ما بقول، زي ما قلت للعيبه قلنا واتكلمنا مع بعض ان احنا عندنا اربع خمس ايام قول اسبوع مهمين جدا جدا، سواء كان على المشوار المحلي او المشوار الافريقي. خلاص الصفحه
اتقفلت كالعاده. مطلوب ايه من اللعيبه قبل المباراه؟ مطلوب ايه مباراه صن داونز؟ ياكلوا النهارده كويس وبعد كده ان شاء الله الرحمن نفكر في موقعه برده صعبه قوي، لكن ان شاء الله الرحمن ربنا يكون موفقنا فيها باذن الله تعالى. سالتك الجمهور يا كابتن سيد، يعني اهو ادي انت شايف يعني روح الكره الجمهور، روح الكره الجمهور، وما فيش حد بيتضر ابدا من غياب الجمهور قد جمهور النادي الاهلي او قد النادي الاهلي. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا على هذه التصريحات، ومن قبل الحقيقه كابتن سامي مصر، مباراه مهمه جدا زي ما اكدنا يا كابتن ايمن، وفوز مستحق الحقيقه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. اصرار وروح وعزيمه وجديه، والسر كالعاده سر جمهور النادي الاهلي في كل المباريات في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. عدت على خير هذه المباراه في بطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله، ثقتنا كبيره كالعاده في اللاعبين في الجهاز الفني. مباراه ماميلدي وسان داونز مباراه غايه في الصعوبه، لكن ان شاء الله بالاصرار الكبير وبالجديه وبروح الفانيلا الحمراء ان شاء الله نتخطى هذه المباراه، ويا رب ان شاء الله ال11 يا اهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كابتن شريف، ايه اللي اختلف في اداء النادي الاهلي الشوط الثاني؟ خليني اقول لك بس احنا كسبنا ازاي. احنا كسبنا بالضغط واخطاء الخصم، وده واضح جدا. الضغط خلى الخصم ما يركزش كويس، الكره ضغط عليه راحت لقفشه، انا كنت فاكر قفشه هيعملها على طول دايركت كمان، انما عملينا قصاره ومتعه ورقص اللعيب ورقص الجول وحطها وكويس انها دخلت. انت هو بيرقص قلت لي هو بيعمل ايه؟ لا انا عايز اخلص. انا الكوره بتجيلي في الحته دي انا لسه هعمل فيها علاء ميهوب. لا بس هو عمل حلو بصراحه. بص في حاجات عايزين تك بط رجلك وانت داخل ووشك كابتن ما عملها كده وعملها تك يا عم. في خمسه سته بيكونوا دخلت يا كابتن شريف الحمد لله الله اكبر. عملها في الدقيقه 90 في كاس مصر معايا. انا بقول لك علاء ميهوب ليه؟ في عادل عبد المنعم دخلت قلت له في القرعه. لا بس دي ايه انت عدي علينا علاء كان لازم يرقص. لكن دي كان عادل بس كان حارس المرمى بس عادل وكان عنده المساحه بالقوه ان هو يرقص ويحطها سهل، انما دول خمسه رايحين يدافعوا. بس انت عارف حاجه فيها ايه؟ التحرك ليس مش جابها جول. لا هو ايمن هو صعب على نفسه بس هو لا معلش لا هو صعب على نفسه بس ربنا كرم ان هي دخلت الحمد لله. بس هو قاصد طبعا يا كابتن، هو ربنا طبعا بيكرم. احنا قلنا جت صدفه بس هي مش بايلاك يعني. لا بس هو كابتن كان ممكن تتمسك. هو كان في خيارين يا اسامه، هم كانوا خيارين، هو اختار الخيار الاصعب. كابتن شريف وغالبيه الناس كان جت مره واحده هو خد الاصعب بس الحمد لله ربنا وفق فيها، لكن هو اختيار الاصعب اكيد. اخطاء بتاعت فرقه بيراميدز انت استغليتها كويس قوي. شو التاني؟ غير مهارات لعيبتك كمان، يعني جول سلية لازم نقف حلو. جول سلية طبعا تفكير وبعته للكوره حاجه الحقيقه سلية محتاجها، هدف نموذجي غير النادي الاهلي محتاج الكوره دي في هذا التوقيت والهدف الثاني وتاكيد الفوز صحيح. انما سلية كمان كان محتاج الهدف ده. سلية بقى له كتير يعني منهك تعبان شايل من ايام المنتخب، من ايام بطوله العرب لغايه افريقيا لغايه لما رجع، كان عنده مسؤوليه كبيره انه ادى اداء كبير جدا. الناس بتفضل تبص تشوفك في دايما في ادائك الكويس ده، ما بيرحموش ان اللعيب الكبير يبقى اداؤه متوسط او اي حاجه. عشان كده النهارده هو حب يريحه لان عنده مباراه كبيره كمان محتاج الثلاثي نص الملعب بتاعك ده بشكل جامد جدا. قلنا الفرديات ومهارات اللعيبه هي اللي اكدت الشكل ده. الثقه بقى لما انت بتكسب يا ايمن الروح بتاعتك بتملى في الملعب. علي معلول اللي احنا كنا عايزين له سبورت وبنقول ننزل محمد ايمن اشرف وهو يطلع في نص الملعب اسامه، بقى هو رايح وينج ليفت منطلق وبيعمل عرضيات، عمل واحده واثنين وثلاثه ورا بعض لمحمد شريف، اترجم واحده منها برده بشكل الضغط وراح كمل الكوره في شريف اكرام. فالنهارده الملعب كمان هقول لك على حاجه، مستر موسيماني حط مكسيوني النهارده عمل حاله جري كتير قوي، افساد للعب بيراميدز في كل حته من غير ما اقول له ايه، العب هاف رايت العب هاف ليفت العب لا في النص. الراجل بقى متطوع في الكام دقيقه اللي لعبهم انه يملى الملعب حيويه. شوطه كويسه جدا، فكرنا بالجون اللي كان جابه فينا قبل كده هو بس تاني كانت بيمين. يعني الراجل برده محتاج شوت ثقه، كل ما هياخد يمكن المكنه تطلع قماش باذن الله. لان هو لعيب
صغير في السن وعنده حماس وعنده، وفي اوقات انت بتحتاج اللعيبه دي كريم. أيوة. فؤاد انت اوقات بتحتاج اللعيبه دي. مش معقول الضغط على كل ال 11 12 لعيب اللي عندك هيبقى هو ده الشكل ده اللي كسبناه النهارده. أيوة. كسبناه ان دخلت عناصر جديده، وعقبال باذن الله حسن ما يكمل ويخش مع الفرقه باذن الله. فمن مباراه لمباراه ضغط من ضغط انت بتعدي الحمد لله وبتكسب، وده اكبر مكسب النهارده ليك. أيوة. فاداني شكل تاني النهارده في الدوري، انك انت وانت ناقص لك مباراه تربع على عرش الدوري وتكسب المباراه الجايه باذن الله دي ان شاء الله بعد تصفيات كاس العالم. ايوه ان شاء الله. اللي بتمناه نقفل على نفسنا الثلاث اربع ايام دول ما نتكلمش خالص، نرجع بالمباراه دي ناخد الامتيازات اللي كسبتنا الماتش ده، الضغط والروح والثقه في انفسنا. ايوه هي دي اللي تقدر تخلينا في جنوب افريقيا يكون لنا وضع تاني، واستغلال الفرص اللي اتاحت لك النهارده واستغلال اخطاء الخصم. استغلال الفرص دي مش هتيجي ايمن الا بالدخول جوه ال 18 الا بقفشه وهو نمر 10 وداخل قاعد مع جنب محمد شريف على خطوط 18. لازم الناس تعوض وجود قفشه في المنطقه دي، لازم العرضيات تبقى برؤيه زي ما علي معلول بيعملها. لازم نوفر لمحمد هاني لما بينجح وبيوصل لغايه منطقه القسم الثاني في العرضيات ان يكون عندي 2 و3 جوه ال 18. وده لو تفتكر في مباراه افريقيا اللي فاتت واحنا بنلعبهم جت كورنر اعتقد ولا ضربه ثابته وجبنا الجول الاولاني احنا فيهم هناك، وان هنا المهمه من الهدف ده. فبالتوفيق ان شاء الله، وزي الاحساس ده ما جالنا النهارده ان شاء الله ان هيكون عندنا تفوق يا رب باذن الله يوم السبت يكون ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن علاء رايك في اداء النادي الاهلي النهارده على مدار الشوطين؟ وبعدين انت ما كنتش قلقان بالماتش، انا ما كنتش قلقان كمان، بس هل كنت تتوقع المكسب الكبير ده؟ ما فيش حد كان ممكن يتوقع المكسب ده ولا اكتر المتفائلين، لان سير الشوط الاول ما يدكش احساس انك ممكن تكسب 3. انا في واحد حبيبنا كلنا قبل الماتش كلمني قبل ما ادخل على الاستوديو وقال لي يا كابتن ايمن الاهلي هيكسب بنتيجه محترمه ونتيجه عاليه ونتيجه كويسه. ده مين ده؟ بقوله بعد كده. طب خلاص. لا اول قال لي كده بلال علام. ما علينا. طيب. ايوه قال لي. والله قال لي كده. الشوط الاول ما لا فيش حد يديك الاحساس ده خالص. الشوط الاول مش انت صاحب الاداء، مش انت 10 دقايق وبعدين سبت المباراه بمزاجك على فكره او باخطائك يعني. مشكله لعيبه النادي الاهلي ومشكله النادي الاهلي ان انت بتسيب المنافس يخش الجيم باخطائك انت مش تفوق منه. يعني النهارده بعد اول 10 دقايق بلا داعي سبت بيراميدز هو يبقى المتحكم في الشكل. ايه الاسباب؟ الاسباب ما انا قلتها بس كان بسرعه بين الشوطين. الاداء بتاع بيراميدز الهادي انت سبت له الاداء ده، هو الاداء الهادي بالنسبه له عايزه لان هو ما قدرش يجريك في رتمك العالي. اللي حصل الشوط الثاني حاجه بسيطه جدا، انت بس حته الرغبه وحته اللي هو في شراسه شويه عايز اكسب. ايوه هي دي اللي زادت شويه، الى جانب ان انت بديت تضغط من قدام، تضغط شويه من قدام، زقيت الفرقه كلها قدام، تعمل ضغط على لعيبه تحت الضغط، انت خسران تماما. لعيبه بيراميدز تحت الضغط، سن بقى كبير مش متعود على الضغط، انت واخد كل الكور، مفيش كوره انت ضغطت فيها وانت وهو اخدها، انت اللي اخدتها. ثلاث اهداف كلهم ضغط بخطا بهدف، بالظبط كده، ضغط خطا هدف، ثلاث اخطاء بثلاث اهداف. فانت ضيعت الشوط الاول كله ما ضغطتش على فريق بيراميدز كويس وساب لها الوقت اللي هو الريتم العادي، انما انت لما بتحكم في الشكل بتحكم في الاداء بتاعك لا انت ليك شكل مختلف خالص. النهارده هم ضيعوا فرص لكن انت قدرت تستغل الفرص بتاعتك، ثلاث اهداف محققين غير اللي ضاعوا كمان، في واحده لحسين الشحات ضاعت بغرابه شديده جدا، واحده ثانيه لحسين الشحات، واحده برضه لحسين، يمكن الاولى كرامي اتعامل معاها كويس لكن الكره الثانيه كان لازم حسين يجيب منها هدف. لكن في الاخر يا ايمن مباراة كانت مهمة قوي، ثلاث نقاط زي ما قلت لك مهمين جدا جدا. تسافر ان شاء الله جنوب افريقيا بفكر تاني بشكل تاني ببطولة تانية خالص، لكن تسافر وانت منتشي بمكسب ومكسب كبير 3-0 بيراميدز، لا مكسب كبير مفيش حد متوقعه صحيح. لكن الحمد لله لعيبته كلها طالعة سليمة، مفيش حد في اصابة، ممكن بس حتة الاجهاد وده طبيعي جدا بيحصل، كدمات كلها كدمات حاجات خفيفه يعني مفيش اصابه يعني. الحمد لله رب العالمين، لكن الحمد لله النهارده مكاسب المباراه طبعا مكاسب 3-0 نتيجه عاليه جدا. محمد شريف سجل كمان النهارده في اخر المباراه بكره كمل معاه لحد الاخر وبرجليه الشمال، طبعا مش سهل على فكره. ايوه لكن هو ده ادائك، ادائك لازم يبقى الشوط الثاني ضاغط كويس قوي
مستحوذ على الملعب كويس قوي، وده المهم. طول ما انت بتضغط على اي فريق ايمن انت ليك الغلبه، انت تبقى احسن. طول ما بتسيب الفريق يلعب بريتم هادي، هو بالنسبه له عايز الريتم الهادي ده. يعني فريق بيراميدز ده عمره ما كان عنده ريتم عالي، استحاله في اي مباراه. مزبوط. مش الاهلي بس، اي مباراه هاتها للبيراميدز ريتم هادي بطيء، بيحب يبني الهجمه، تضغط عليه في اخطاء، واخطاء كتير جدا. ده اللي حصل في النادي الاهلي الشوط الثاني، ومكسب الحمد لله 3-0 كان ممتاز. يعني بعد الكره دي الشوط الاول سبت اللعب للبيراميدز، دخلوا الجيم وسبت هدوء بقى خلاص. هو اللي بيستحوذ، هو اللي بدا يلعب بالريتم بتاعه، هو اللي هو مناسب لفرقته كلها. لكن الريتم سريع، الضغط لا، انت اكيد تبقى احسن منه بكتير. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، هل نقطه التحول في الشوط الثاني هو ضغط لعيبه النادي الاهلي على دفاعات بيراميدز واستغلال الاخطاء بصوره مثاليه؟ اه طبعا، بالذات في اول دقيقه. ما هو ده برضو من التوفيق اللي جالك، انك في اول كوره في الشوط الثاني ضغطت فيها تقريبا، اللي هي في الدقيقه 46 هدف مجدي، يعني يا دوب الشوط كان بادئ. فرقت كتير جدا 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 الهدف، ادالك معنويات عاليه. الضغط اللي حصل على عبد الله السعيد، اتاخر في لعب الكوره، راحت لمجدي جاب جون في بدايه الشوط، ادت معنويات عاليه جدا للاعيبه النادي الاهلي. كل ده قربك حسابات بيراميدز. اه طبعا، الشوط الاولاني ما كانش ينبئ عن كده باستثناء اول 10 دقائق. او ده الجول الاولاني يا كابتن. اه بص، الضغط، عبد الله السعيد اتاخر قوي في لعب الكوره، عبد الله يعني ضغط عليه. اه احنا قلنا من ديانج، وبعدين رجع تاني لعبد الله. ايوه عبد الله. ايه عبد الله؟ عبد الله بص هتتلعب له، بص هيتاخر في لعبها قوي. اتاخر قوي، ضغط على حمدي فتحي. ايوه حمدي ضغط عليه في 18. خبطت وبرده ده التوفيق بقى، مجدي قفشه واقف في مكان كويس، راحت له. يعني كان ممكن تعدي شويه عقبال ما يوقفها. طبعا هنا مجدي بس هات لنا الجول ده تاني، معلش بعد اذنك، هات لنا كرة وفي رجل عبد الله. وكرة في رجل عبد الله. احنا قلنا ان ايهاب جلال اسلوبه مع كل الفرق انه بيبدا من تحت، ما بيحبش يطفش الكوره. مظبوط. اللي حصل ان هم ابتدوا يلعبوا، النادي الاهلي بيضغط. كويس. مظبوط، ديانج ضغط، بيرسيتاو ضغط، شريف ضغط، كله ضغط من قدام قوي، ضغط عالي. رجعت لعبد الله السعيد. بس خلي الكوره عند عبد الله هنا، بس اثبت. دلوقتي بص بقى، شريف وحمدي فتحي هو اللي خبطت فيه، وقفشه، الثلاثه قافلين على عبد الله. عبد الله عشان عنده ثقه في التمرير وهو مميز فيها، عايز يعديها من حمدي فتحي الناحيه الثانيه. اه بس يا كابتن، احنا حتى وانتم مديرين فنيين كبار، بتعلم حتى الولد الصغير ان انت وانت جوه ال 18 ما تحاولش تلعب الكره بالعرض ابدا. ما أيوة. قدام الجول ما هو دي الثقه. ده خطا. اه بالظبط، ما هي دي الثقه الغير عاديه. اولا اللي ايهاب جلال بيديها للعيبه في المناطق ديت عامه، في كل الفرق، في كل الفرق اللي ايهاب جلال بيمسكها عنده المخاطره ديت. وياما ماتشات اتقطعت منه الكره في المنطقه. ماشي. انا بس اقول لك، واتقطعت منه في المناطق دي وخسر بيها او اتعادل بيها، ولكن هو في المجمل بيكسب يعني، او بيأدي بشكل كويس، فما بيبانش الحاجات دي. لكن هو على طول الاخطاء دي، انت لو جبت فرقه المقاصه، جبت فرقه الاسماعيلي، جبت اي فرقه، هتلاقي عندهم المشاكل دي لما ايهاب بيمسكهم في موضوع المبالغه قوي في نقل الكوره من تحت. عبد الله هنا طبعا، دي بس مش ايهاب، عشان برده ما نحملش ايهاب كل حاجه. لا، ده تصرف خاطئ من عبد الله. لا، هو ايهاب بيعلمهم كده يعني. حتى في مدرب يا ايمن، لما لعبته تعمل كده في مباراه وبتاع، بيزعق وبيخليهم يغيروا الاسلوب او انه ما يخاطرش بالحته دي. لكن اسلوب ايهاب مش كده، ايهاب على طول بيحفظ اللعيبه ان لازم تعمل كده حتى وهي تحت ضغط، حتى ولما بتغلط. هو ده اسلوبه يعني، دي طريقه اداؤه في كل الماتشات. هنا مجدي قفشه طبعا طولت منه هنا، وشريف كان هيقطعها. احنا بنقول هي مجدي عشان واثق في الترقيص وامكانياته المهاريه كويسه، عمل التصرف ده. لكن هي لو ضاعت منه كان هو اختار الاختيار الاصعب. أيوه. هو الطبيعي دلوقتي هو يدوس قدام كده ويحطها. أيوه. لكن هو صعب على نفسه بترقيصه علي جبر ثم شريف. الشريف قفل عليه وفعلا جت في ايده. أيوه. وحتى الثلاثه اللي في الجون كانوا ممكن جدا حد فيهم تعدي، ما تعديش بالشكل ده، تضرب في ايد شريف وتعدي من فوقيه، كانت هتتقطع. أيوه. كانت هتبقى صعبه. لكن هو الحمد لله التوفيق
كان معانا في الكوره ديت ان مجدي قدر يجيبها. فدي كانت نقطه تحول كبيره في الشوط الثاني. ليه؟ انت ابتديت الشوط بضغط وجبت جون، ابتديت تتراجع للدفاع وتقفل ورا، وهم ابتدوا يسيطروا، ابتدوا يروحوا ناحيه جونك، ابتدت مساحات تتفتح في ديفنسهم اكتر، وابتدت في مخاطره في اكتر من كره. طبعا دي يعني دي اخطر كره ليهم. لا، في واحده كمان بعديها للشناوي اتشاطت من 23 دقيقه شالها، بس بعد كده الجون فاضي حطها فوق العارضه. أيوة. في الدقيقه 64. عايزين ننوه يا كابتن اسامه ان البعثه الاداريه للنادي الاهلي طلعت دلوقتي من الملعب على مطار القاهره مباشره. ربنا طبعا يوديهم بالسلامه وان شاء الله يكسبوا الماتش من غير راحات يا كابتن اسامه. احنا طلعنا من الملعب على اهو معانا المهندس سمير عدلي في المطار. طبيعي، ما هو ده قرار. طلعنا ولسه اللعيبه ما خدتش حتى الشاور او الحمام بتاعها بعد المباراه. ما هو ده قدر بقى فرقه النادي الاهلي، وقلنا كده انه انت بتشارك في كل البطولات مع المنتخب، عندك عدد كبير من اللعيبه، فطبيعي الماتشات متتاليه وضغط كبير. ولذلك كنا بنقول اللعيبه الاحتياطي او البدلاء هيبقوا مؤثرين جدا في راحه اللعيبه الاساسيين. ايوه، باين جدا على علي معلول، باين جدا احيانا على السولية، باين جدا على حتى محمد عبد المنعم. باين. فلازم اللعيبه اللي هي زي كريم فؤاد، مكسوني، محمود وحيد، حسام حسن، كل دول يبقوا جاهزين عشان يريحوا اللعيبه دي شويه. أيوة. وكمان هم نفسهم يثبتوا ان هم يعني جديرين يلبسوا الفانيلا. فزي ما قلت لك كانت نقطه تحول كبيره الهدف بتاع مجدي قفشه. هم ابتدوا يندفعوا للهجوم، ابتدوا يهاجموا بكل خطوطهم، اتفتحت مساحات كبيره ورا على علي جبر واحمد سامي، قدرت انت تستغل بالهجمات المرتده اكتر من واحده لغايه لما جت الدقيقه 86. مضلع اتنين، مضيع اتنين، ماشي. حتى جت الدقيقه 69 برضو شريف اكرامي بالضغط غلط، برضو اللي هي الكره الشحات ضيعها دي. برضو شريف اكرامي غلط من الضغط، راح لعبها قصيره، جت لعلي معلول لعبها بالعرض، شحات كان حاططها، بس هو شريف جت تحت ايده شالها كويس. في الدقيقه 69 برضو من خطا من الضغط على الدفاع في الخلف في الامان. طب احنا يعني البدايه بتاعتنا كانت اول 10 دقائق بدات الضغط كويس. لو كنا كملنا ضغط دوت ما كناش دخلنا بيراميدز المباراه. ما ماشي، كان ممكن نحسم الامور من الشوط الاول. ممكن اصل انت بتلعب فرقه كبيره برضه. ما هو انت مش كل فرقه هتقدر تضغطها، هتفضل ضاغطها 90 دقيقه. في وقت انت بتضغط، وفي وقت هم عندهم امكانيات بيعرفوا يسيطروا على الكوره وبيروحوا على ملعبك وبيضغطوا عليك ما هم برضه فرقه مش سهله يعني. أيوة. لكن انت لما بتعمل كده غلط. دي كوره في الدقيقه 5 هاتها من الاول برضه، يا ريت نجيبها اول ما وصلت لشريف اكرامي. ماشي يا كابتن مصطفى، نفس الموضوع. انا بقول لك ده اسلوب ايهاب. أيوة. ما عندوش موضوع انك تشتت ابدا. ماشي، مهما صح. كان نفس الشيء برضو اللي ورا، وانت بتضغط من قدام، بتضغط من قدام برضو جاي يعملها طويله، بص ضغط واتقطعت. ايوه، بس انا خلي بالك يا كابتن اسامه، انا حتى لو ده اسلوب ايهاب جلال، انا في الملعب انا لعيب كبير، انا ليا رؤيه، انا اللي باخد القرار. ماشي، انا باخد مش القرار. ايهاب اللي بياخد القرار. ماشي، انا باخد القرار، فانا شايف ان دي فيها مجازفه وفيها خطوره. ماشي، ما هو اللعيب عنده صح المجازفه والخطوره دي، بس في مدرب لما انت بتعمل بتحصل معاك كده في مباراه او في اثناء المباراه او مباراه ثانيه، بتقول له ما تعملش كده ثاني، لا انت كده غلط، لا انت، هو بيتمن على الموضوع ده يعني. بيقول لهم مش ما يهمكش انت غلطت، لا مش مهم، برضه العب بنفسك. ده عبد الله السعيد ايا كان. لا ده عبد الله السعيد يعني، انت بيقول لعبد الله السعيد وشريف. ايوه، ده عبد الله بيلعب بقاله 50 ماشي يعني. معاك استنى يا كابتن عادل، عشان انا ليا برضه يا عادل، ده مش انا ما بتكلمش على الاهلي وبيراميدز، انا ما بتكلمش على بيراميدز. مع المقصه كده، مع الاسماعيلي كده، انت بتتكلم على اسلوب ايهاب جلال. اسلوبه كده، مش ده، ما فيش عيب، مش عيب، هو ده بالعكس ده اسلوب منجحه. بس هي احيانا كتيره لما بيلعب مع فرق عندها ضغط كويس بيغلطوا كتير في الخط الخلفي. أيوة. في كل الفرق اللي لعب معاها، مش بنقل دي، مش تقليلا، بالعكس ده هي نجاح ليه لما بتمشي وبتمشي في فرق كتيره. في مدرب
لما انت بتعمل كده مره او مرتين يقول لك لا اعملها. بس ما قالوش يعمل دي يا كابتن ايهاب يعني. لا لا انا مش بقول ايهاب، هو ده قرار لعيب في الملعب، هو ده اللي انا بقوله للكابتن اسامه. يا كابتن هو اصل عادي، احنا قلنا احنا جبنا جوان من اخطاء، ان احنا بنقول انت جايب جوان من اخطاء. ثانيه واحده يا كابتن شريف، اللي انا اقصده انت كل مدرب له اسلوب في اللعب مظبوط وطريقه في اللعب وقناعات. هو قناعته ان انا لازم الكره تبتدي من تحت مهما كانت فيها مخاطره، زي تاكس بتاع وادي دجله اللي قعد سنتين معاهم. ايوه زي تاكس، ما تاكس مش زيه زي المدربين التانيين. أيوة. بس عنده هذا الاسلوب مهما تغلط. مزبوط. يعني كان يروح لرئيس النادي لما مثلا عبد المنصف عايز يلعب كره طويله. أيوة. يقعد معاه عشان يقول له لازم هو ده اللي انا بقوله. أيوة. ان انا لما عبد الله يغلط غلط زي ده او شريف، انا لو مدير فني ممكن واحد تاني يقول له لا ما تعملش كده تاني. صح. انا اقصد ان ايهاب بيصر على هذا الاسلوب. صحيح. زي تاكس ده بالعكس، ده هو يعني في فترات بتبقى نجاح ليه في ماتشات كتيره هو بيكسب فيها. تبقى نجاح ليه وهو شايف انه بينجح كده، وفعلا مدرب كبير. انا مش بقلل، بس انا بقول لك ده اسلوب اداؤه. يعني هو ما يعني ما بيغلطش لعيبته ان لما بتغلط في الموضوع في المكان ده. صحيح. يعني هو مقتنع بكده. بس فانت الهدف الاولاني فتح ليك السكه، هم ابتدوا يهاجموا، ابتدوا يحاولوا على المرمى اكتر، ابتدت تجي لهم كذا كورنرز، في فرصه فرصتين، وانت جات لك بقى من حاجات مرتده لحسين الشحات لغايه لما جيت استغليت الهدف الثاني قضيت على المباراه والامور اتسهلت ليك. صحيح. طيب كابتن عادل، رؤيتك الفنيه لاداء الفرقتين النهارده لو هتقسمها. خلينا نقسمها الشوط الاول بالظبط. انا يمكن قلت لك كابتن ايمن قبل الشوط الاولاني، قلت لك ان النادي الاهلي لما بيحط الفرق في وضعات طبيعي بيفرق عنهم كتير قوي. لما بتديني او تعمل لي حساب زياده عن اللزوم اللي بيحصل النتيجه بتبقى عكسيه مع النادي الاهلي. بكلمك بمنتهى الامان. كويس. ده الوضع الطبيعي ان النادي الاهلي يضغط على بيراميدز ويلعب وهو اللي يبقى الليدر عليه. كويس. بغض النظر ان هي فرقه كبيره. ماشي. احنا معترفين فرقة كبيرة، فرقة فيها نجوم كويسة، عندهم مدرب كويس، فكرهم عالي وكل حاجة، لكن انت الاهلي. فانت ضغطت في البداية، ضغطته، فايه اللي حصل؟ بقى يدافع، اول ما انت نزلت شوية نص الملعب بدأ يلعبوا المساحات تبان، بدأ يشاركك في الشوط الاولاني. اما الشوط التاني انت تسيطت كله تماما. هو كان عنده فرصة، واكيد فرقه كبيره لازم يجي لها فرص. كويس. انت يعني هو كابتن اسامه قال حاجه ان برضو كان في حته عدم توفيق لبيراميدز في بعض الكرات الشوط الثاني. فلما لو اتكلمنا وقسمنا الماتش، قسمناه شوط اول وشوط ثاني. الشوط الاول قلنا نتيجه منطقيه طبقا لاحداث الشوط الاول. دي حقيقه. الشوط الثاني من وجهه نظرك نتيجه منطقيه جدا. يعني عايز اقول انت كسبان 3-0. كويس. تمام. وضيعت جوان. ضيعت طبعا. هم ضيعوا كورتين. طب اوكي. انت ضيعت اربع كور. اربع خمس كور. أي. كمان. وجايب ثلاث جوان. يعني النتيجه الطبيعيه 8-2 ماشي، 8-3 ماشي. لو احنا حسبناها فرص ضيعه. لو انا عاوز احسبها فرص ضيعه يبقى 8-3. لو الفرص كلها طالما كل الفرص يعني كلها تيجي يبقى 8-3 صح جدا. لكن المهم النهارده بس ما تحسبش كده بس عشان السيناريو. لا احنا بنضحك. لكن المهم اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان النادي الاهلي ده الوضع الطبيعي، وانا بكررها ليه؟ لانه بقى لنا ثلاث اربع سنين بمديين مباراه بيراميدز والاهلي مدينا اكبر من حجمها، مبالغه في اقول لك حاجه؟ صح. كنت ساعات يكون في مباراه بينهم بقول هنخسر. ليه؟ عشان مدينهم حجم كبير. لعيبه كويسه بس ما فيش الروح. اقول لك هم ما رجعولوش للنتيجه ليه؟ ايوه اللي انا قلت لك عليه. ومش هرجع له النتيجه. فرقه كبيره، فرقه عندها مدرب كويس، امكانيات هايله، عملت حاجات في الدوري المصري غير عاديه. لكن فرقه ما تاخدش بطوله. ايوه. لا ممكن تجيب لنا الكوره دي تاني؟ معلش لو جبت لنا كوره لاكاي مره ثانيه بشايط في الجول. انا عارف، بس انا كنت عايز حاجه بس في لحظه وهو بتلعب العرض. هي دي بس. لا نقف هنا، نقف وهي راحة بالعرض. هو هنا اتكلم على هتكلم على الوقفه الدفاعيه للاعيبه النادي الاهلي واقفين صح غلط. وشايفين صح. استنى لحظه بس، لحظه لا انا بقى هتكلم على ياسر ابراهيم هنا فيها غلطه يا كابتن. هو كبير. رايح
بس ما كانش لازم يقعد على الارض. لا كابتن فيها غلطه كبيره اولا. اتفضل. لازم يقرب شويه. ده في اتنين ماسكين نفسهم. كابتن بص ماشي الكوره يا برجاوي. نكمل. برجو ماشي برجو كده. الراجل الاخطر واحد فين؟ كمل. ايوه اقف هنا بقى يا برجاوي. بعد اذنك. بص. مين اللي مع الراجل ده؟ لاكاي. كابتن مين اللي فاضي ده؟ اه. طب انا الثلاثه اللي واقفين اولا كارثه الكوارث انك تدي وشك للجول. اللاعب رقم اتنين ده محمد هاني ولا مين؟ هاني. كارثه انك تدي وشك للجول اولا. لو الكره جت جامده او اتلعبت بالوش تخبط في دماغك تخش في الجول. لازم يبقى في مواربه شويه. دي رقم واحد. رقم اتنين الاتنين اللي واخدين العارضه القريبه. ها طب ما واحد فيهم ياخد العارضه وواحد ينزل علشان طبيعي ان اللعيب اللي بيبقى على الطرف وهو رايح على الطرف عاوز يعمل كروس بيعمل ايه؟ كان زمان بنرفع. لكن دلوقتي ايه يا كابتن ايمن؟ بتبص مع ان خلي بالك هم في رؤيه كويسه وشايفين الكره وشايفين الخصم. لا الرؤيه مش شايف الخصم. لا الوقفه مش غلط على فكره. ما انا بقول كده يعني. لا الوقفه مش غلط. يعني هو ياسر بس وقع. لو خطوه لياسر هيبقى جنب لاكاي على طول يعني مش بعيد. طب بص يا طب بص يا دخل فينا جون في المريخ. اتفضل يا لحظه كده. انا بص دلوقتي لحظه بس هكمل. ايه الغلط اللي هنا؟ هقول لك يا كابتن ايمن. هقول لك الغلط اللي هنا. هقول لك كده ماشي صح ولا كده؟ لحظه ماشي. لو الكرة دي رمضان صبحي لعبها جامده للي جاي ورا ده مش هحطها بجنب رجله جون؟ اني واحد بس هو بس هو اللي جايه له الكوره ده. اه ماله ده؟ لا هو قصده ان هو لو رمضان عدى ولعبها جامد على الارض ده كان هيعملها وان تاتش على طول يعني. هتطلع عليه هو عايز يا كابتن تطلع عليه ازاي؟ يا ايمن انا بقول ده صح. ايمن معلش الثلاثه دول السرد باكات انت عايز الراجل عبد المنعم ده يسيب المكان ده ويروح يقفل على ده ازاي؟ انا مقتنع ان الوقفه. طب لحظه اشرحها لك تاني وشوف غلط ولا صح. اهي ماشي كمل. امشي يا برجاوي. وهاني صح. اقف لحظه كابتن اشرحها كمل. اقف يا برجاوي. ماشي اقف قبل ما الكره تطلع. لا رجع الكره يا برجاوي شويه. هما الاثنين دول ماسكين مين؟ انا عايز لحظه. ايوه لحظه يا كابتن ما يمسكوش ويغطوا كده صح؟ لا يغطوا صح. يغطوا مين؟ طب سيبونا كمل. ده دخل فينا. اتفضل يا كابتن عادل. ماشي كمل. عايز اكمل انا مش فاهم. ده نفس الجون دي دخلت فينا في المريخ. ماشي يا كابتن شريف نديله فرصه بس. اتفضل يا كابتن عادل اكمل فكرتي. اتفضل. اقف هنا كده. الكره دي لو اتعملت قطريه لورا شويه ايوه جون هيلحقها ياسر؟ لا يبقى انا عاوز اعمل ايه؟ بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن لحظه كمل دي بس. اكمل دي مهمه قوي. المهم انك انت تعمل المسافه اللي ما بينك كمدافع والمهاجم. عارف امتى اقول لك صح ياسر واقف؟ لو متر كمان تحت شويه مش هتجيله. زاويه التمرير اتقفلت لكن كده زاويه التمرير مفتوحه ايه؟ لا لا انا الكره كانت جول بيمينه. ايمن انت خلاص انا خليك واقف زي ما انت. انا شايف ان ياسر وعبد المنعم وهاني 10 على 10. مشكله بعد كده ديانج والسوليه والمجموعه دي واللعيب اللي فاضي يا كابتن كتلات سرد باكات واقفين صح. لو اتلعبت لتحت سنه ياسر هيقفل هو وعبد المنعم. ده في واحد على 18 لو الكره جت 18 ده ممكن يعملها بكعبه كده للي ورا جول. اتفضل اللي ورا 18 دي مش مشكله السرد باكات دي مشكله سوليه وديانج واللعيبه الديفندرات وسط الملعب المدافع. ياسر وعبد المنعم ومحمد هاني واقفين على الاثنين صح. ما يقدرش هو احسن من كده. نكمل انا اعتراضي على حاجه واحده ثانيه خالص. ده اللي راح الكوره ان ياسر وقع على الارض. قعد على الارض يا كابتن. ما وقع علشان واقف غلط. عشان واقف جوه شويه مش واقف صح. ياسر واقف غلط. ياسر لو جه يمين كده. ياسر وراه عبد المنعم وراه هاني. اللي وقع على الارض ده مين؟ ياسر لو جه يمين كده سنه خلص الكره دي بتاعته هيطلعها. بص يا كابتن انا وجهه نظري في الكره دي تنظيم دفاعي جيد. لا كويس بس انا كل اعتراضي ياسر وقع ليه؟ لا بس صح تنظيم دفاعي عشان واقف غلط. يا كابتن ايمن بعد اذنك واقف غلط. اتفضل يا كابتن اسامه بعد اذنك. الكره اقف هنا جماعه. اقف هنا بس لا قبل ما تمشي لا رجعها تاني. لا بعد اذنك ماشي من الاول وقفها بعد ما تروح من رمضان لما بس رمضان بس مش عايزين نطول فيها يعني. لا بس انا خلينا كمل كلامي سألتني بعد كده اللي يعترض يعني اللي يقول يقول ماشي. بص رمضان وصل لفين يا ايمن. اقف بقى اقف. لا بس اقف. شفت رمضان وصل لفين؟ لازم الثلاث سرد باكات يبقوا على خط رمضان. ال الناس اللي تحت دي مشكله المدافعين مشكله نص الملعب مشكله ديانج وعمرو السولاي والمجموعه دي. لكن الثلاثه سرد باكات ما يقدروش يطلعوا كده ويسيبوا. ايوه كابتن ما يقدروش يطلعوا لقدام كده. هتعدي من قدامهم. انا معاك في دي. انا معاك في دي. ما
انا بقول لك انا تنظيم دفاعي كويس. الثلاثه واقفين مظبوط، هيعملوا ايه؟ هي وجهه نظر، يعني وجهه نظر الكابتن عادل وجهه نظر الكابتن شريف، وقد نختلف وجهات النظر، ولكن في النهايه اللي بره ده مش مشكله ان نص الملعب، في النهايه لا احنا لازم نبص للي حوالينا في 18 كابتن ولازم نمركز نفسنا والتزام صح. يعني في ال 18 ما تقوليش سردباكات وما تقوليش سردباكات، اسمع يا كابتن ما تقوليش وقفه دفاعيه صح. احنا دخل فينا ثلاث اجوان في نفس الشكل. في 18 ما فيش حاجه اسمها وقفه صح. يقول لك في ال 18 العب على المان تو مان. طب نشوف الجول الثاني. يلا. ده الجول الثاني، برضو نجيبها، لا نجيبها من الاول، الضغط على شريف اكرامي. الضغط من الاول على شريف اكرامي. ماشي، ماشي، نكمل، طيب ماشي نكمل. كورة مع شريف اهي. ولعب عكسية. لعبة كويس لعلي معلول، وعلي معلول اتصرف فيها كويس. سلية ودي عرضية. توقيفة وحشة هنا. بس بص الضغط بتاع لعيبه النادي الاهلي برضو. مكسوني يعني لويس مكسوني ضغط في مكان كويس قوي، عمرو السوليه عملها يعني زي الكتاب ما بيقول مهاره، وخد القرار المثالي في توقيت مثالي. قلت لك كسبنا بضغط ومهاره وفرديه وراح زي ما هو عايز. يعني عمرو السوليه يعني بصراحه الجول ده جول نموذجي طبعا. تفكير قرار وراح زي ما هو عايز، وتوقيته كمان الدقيقة في 86 طبعا 86 يعني 2-0 قتلت الماتش بالكرة دي يعني. انت لغاية الدقيقة 85 قبل الكرة دي على طول هم كانوا قريبين. ايوه يعني دخلوا الجيم شوية، دخلوا الجيم وكانوا قريبين. انت الكرة دي قضت خلاص على الماتش. بص يا كابتن في الكرة بتاعت السولية، بس الحاجات دي بتاعتك. لا مش هعمل كده. لا لا كنت انت بتضغط تاخد الكرة الثانية وتروح تلعب على الجول. اللي خلاك عملت كده ايه يا ايمن؟ اللي خلاك كده ايه؟ الضغط اللي انت عملته بس قدام شويه. يعني لو الشوط الاول ما كانش عندك كده، الشوط الثاني انت زائق الناس كلها. عمرو السوليه في ميزه دي دايما، عمرو دايما بيتقدم بيبقى في المنطقه دي كويس. دايما ضاغط. يعني بص مكسوني ضاغط على صح عماد. اللي انا عايز اقوله يا كابتن، بص احنا ضاغطين في الدقيقه كام؟ بقول لك ما ده صح بقى. ده الهدف الثاني. ايوه الصح ان انت بعد الهدف اكمل ضغط عشان ادور الهدف الثاني. ما تديش امل. انت قلت كلمه الوقت كويسه، قبل الهدف ده كان بيراميدز كان ضاغط وبيدور على الهدف الاول وخلاص. انا ما عنديش مشكله، انا عايز اتعادل. ايوه ده خلاص الهدف الثاني ده انت اداك المباراه تماما. انت خلاص كده المباراه انتهت تماما بعد الهدف ده. التمركز بتاع عمرو حلو قوي، القرار امتياز في القرار، التنفيذ طبعا هايل، راحت في الحته اللي هو فيها. بص انت خلاص بقت بص كثافتك العدديه الوقت كام، وسرعه التحول والدفاع الهجومي اللي انت اتكلمت عليه الشوط الاولاني. وبص بص شكلك كام، انت حوالي 4-5. بص اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا، اقف هنا. بص يا ايمن في كثافه الشوط الاول عمرك ما وصلت للعدد ده استحاله. انها بص 2-4-6 علي بيرفع، واثنين في 18 او ثلاثه في 18. بص الكره في الهواء، عمرو السوليه يروح فين؟ كمل يا برجاوي، اسمع كملها بقى، كملها. بص وهي في الهواء، بص عمرو فين؟ بص أيوة. مكسوني بيضرب، بص عمرو، بص عمرو هنا أيوة. قريب مزبوط. اللي خلى عمرو خد القرار والكره راحت هدف ان هو قريب مش بعيد صح. القرار طبعا هايل، عمرو بيعمل الكور دي حلو قوي، وزاويه الرمي مفتوحه صح، ولعيبه بيراميدز بتدافع غلط زي ما كان عادل بيتكلم على الدفاع ان هو راجع ورا قوي، فساب المساحه كويس قوي لعمرو أيوة. خد القرار، التنفيذ هايل، الكره راحت زي ما عمرو كان عايز. صعبه على الشيف وصعبه على اي حارس مرمى. حلاوه الجول ده كله القرار الوحيد اللي عارفه عمرو. مفيش حد عارف ان هيعمل كده غير عمرو بس. عمرو السوليه هو اللي عارف هيعمل كده. عشان كده راحت طبعا هدف حلو قوي قوي بصراحه. صحيح. طيب خلينا اسالك سؤال يا كابتن اسامه، طالما لعيبه النادي الاهلي عندها الامكانيات دي، هنستثني الاجهاد شويه في بعض المباريات، ليه ما يكونش الاداء بنفس الكفاءه اللي احنا شفناها الشوط الثاني في جميع المباريات، اللي هو كان بيطلبه الكابتن؟ هو على فكره خلي بالك، انا مش شايف فرق كبير بين الشوط الاول والثاني. هو الفرق الكبير حصل في هدف مجدي قفشه. يعني انت اول 10 دقائق في الشوط الاولاني، لا ماشي هقول لك 10 دقائق هقول لك معلش، اول 10 دقائق في الشوط الاولاني انت كنت عاملهم بشكل كويس جدا صح. لو انت كنت جبت جون فيهم، وفي واحده اتعملت حلو جدا في الدقيقه 8 من محمد هاني لمجدي قفشه في الدقيقه 8 في الشوط الاولاني، اللي مجدي قفشه خدها على الطاير ومشيت جنب القائم الشمال لشريف اكرام. بص معانا ارقام عمرو السوليه كابتن، دقائق اللعب 37 دقيقه، جاب جول، تصويب على المرمى 1-1، والتمريرات الصحيحه 6-10. فاللي اختلف انك انت بدايتك في الشوط الثاني جبت فيها جول
بدايتك في الشوط الاولاني انت ما جبتش جول. هو ده اللي حول كويس تغييره الاداء كويس. مش ان انت الشوط الثاني 45 دقيقه كنت بتضغط عليهم في نص ملعبهم، ده ما حصلش. صح. ده بالعكس، انت في فترات طويله في الشوط الثاني كنت في نص ملعبك. ولكن اللي حصل انك الهدف ادالك انك انت بقيت تامن دفاعاتك وبتلعب على مساحات مفتوحه. فهو ده اللي فرق الشوط الثاني عن الشوط الاولاني، انك انت بدايتك استغليت فرصه مجدي قفشه. بدايتك الشوط الاولاني كره مجدي قفشه جت جنب العارضه في الدقيقه 8 كويس. هي طيب. دي اللي عملت الفرق ده كويس، اللي اديتك الثقه دي، اللي اديتك المحاولات دي بعد كده، لان هو اندفع في الهجوم. هو متعادل 0-0 غير هو مغلوب 1-0. مزبوط. يعني الشوط الاولاني هو مغلوب 1-0 بيهاجم ولكن برضه محرص ورا، لكن الشوط الثاني لما جه في الجون في الدقيقه 46 يعني بدايه الشوط على طول. أيوة. ابتدى يندفع بعدد زياده. ابتدى يسيب مساحات ورا، ابتدى عايز يهاجمك عشان يتعادل. بس هو لما كنت تحس وانت بتتفرج عليه هو عايز يطلع متعادل ده. انا كنت كان في خوف من البدايه، شكله كده بيرسم الجيم عايزنا لو خرج متعادل النهارده. أيوة. دي يبقى مكسب كبير قوي. رغبه الفوز كانت عند لعيبه النادي الاهلي اكتر. ضغط لعيبه النادي الاهلي عليهم وكلام من ده، هو ده اللي حقق النتيجه دي. طب هل التغييرات يا كابتن عادل صنعت الفرق بالنسبه لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني؟ لا يعني فرقه النادي الاهلي يعني اقدر اقول لك اعلاهم في التغيير السوليه. عمرو السوليه. عمرو السوليه ممكن يكون، لكن خلي بالك انه النادي الاهلي لو كان كمل باللعيبه برده كان ممكن يعمل نتيجه زي كده واكتر كمان. الشوط الثاني. انا قلت لك يمكن احنا كنا قاعدين يا كابتن ايمن اتكلمنا على اللياقه البدنيه، قلت لك بيراميدز هيتعب اكتر من الاهلي. سالتك على عامل اللياقه البدنيه الشوط الثاني، قلت لك يعني ممكن الكفه تروح لفين؟ علشان التمرين. حاجات كتير قوي، حاجات كتير وروح وحاجات من دي، وهذا الروح ممكن تديك باور اكتر، تعود يعني تديك حتى لو انت في صراع ما بينك وما بدني ما بين فرقتين. الفرقه اللي عندها كيان وروح هي اللي بتبقى اعلى منك. لكن عاوز اتكلم على السوليه في كلمتين بس. اي اتفضل. السوليه ما بقاش لعيب نص ملعبه بس. السوليه بقى ليدر. السوليه بقى كابتن جوه الملعب عشان الشناوي بعيد. ايوه. ودي مهمه جدا. طب. يعني انا شايفها كويسه انه عمرو السوليه، لو شفتوا انتوا الماتش اللي قبليه اللي قبل لما عمرو السوليه كان بيكلم اللعيبه ازاي ترجع. أيوة ازاي ما تضيعش فرصه. أيوة. ما هو دي تمنها كبير قوي في فرق كوره. لما تكون انا مدرب واقف بره والاقي ليدر زي دوت وبيتكلم، وهو بعدين خلي بالك عمرو مقنع. أيوة. بدليل هقول لك، انا لو لقيتني انا ما عنديش روح، لعيب ما عنديش روح، فبكلمك بقول لك اجري، عاوزك يبقى عندك روح، مش اسمع لك. عارف ليه مش اسمع لك؟ لانك انت اصلا ما عندكش روح. بتكلمني. أيوة. عن الروح. أيوة. لكن لا، عمرو السوليه عنده ليدر، عنده تنظيم كويس، وهو لاعب منظم، لاعب مؤدب، لاعب كبير، بيفهم، بيعرف يتكلم امتى مع اللعيبه، بيعرف اللعيبه ازاي في الوقت اللي ما يكونش اللعيب متنرفز بيه بيكلمه ازاي، عنده يعني في رصيد ما بينه وما بين اللعيبه بتاعته. عمرو السوليه. أيوه. انا بقول لك انا بشوف بانطباع، لان دي شغلتنا ان احنا. أيوة. نقيم اللعيب من سلوكه كمان، عشان اذا كان هيبقى لعيب كبير ولا لعيب قليل. اللعيبه مقتنعه بعمرو، فهو كابتن جوه الملعب من غير شاره. مع كابتن الفريق هو محمد الشناوي. أيوة. ودائما الاقدم. أيوة. لكن الشناوي حارس مرمى، لما يجي يتكلم مع اللعيبه مش هيتكلم مع الراس حربه، مش هيوصل له. صحيح. عشان الجمهور. فعمرو السوليه في الوقت الحالي عامل للنادي الاهلي حاله كويسه، ان هو في وسط الملعب وقائد. أيوة. وهتشوف دوره الايام الجايه. أيوة. كل وقت. هقول لك حاجه كمان، واللي بعديه في حته الليدر دي حمدي فتحي، لانه طول الوقت روحه العاليه بيخليه يخلي حمدي وايمن اشرف كمان، اي لعيب روحه عاليه في النادي الاهلي يبقى كابتن تيم كويس قوي. لكن أيوة. انا بقول ان عمرو السوليه، الجون اللي جابه عمرو السوليه، كابتن علاء قال كلمه عجبتني قوي، قال لك الوحيد اللي عارف انه هيلعب الكوره دي مع عمرو السوليه، محدش تاني. انه وان تاتش جايه. بس الجون ده بقى الجون ايه؟ الكوره الثانيه. ده المهم بقى. ايوه. الكوره الثانيه. ايوه. اللي انت الانتشار بتاعك بره ال 18. صح. الفرق الكبيره دايما كوره لما تروح الكوره الثانيه لازم نستحوذ عليها.
استحوذ عليها حتى لو هم سندوها مكسوني عمل. خلي بالك طالما انت عملت ضغط هتلعب على الكره الثانيه. أيوة. لما تاخدها ايوه ما لا لازم تستغلها. الكره الثانيه يا كابتن ممكن تكون انت واقف غلط الكره ما تجيلكش في الطريق. هو ايه معنى الكره الثانيه؟ الكره الثانيه الانتشار. يعني انا لما العب الكره قدام الكره دي هتترد احتمالات ردها فين؟ فاكر جون قفشه القضيه بتاع الزمالك؟ طبعا. الكره دي اتردت فين؟ ما دي الكره الثانيه اللي مجدي قفشه محمود علاء لما جت له جوه ال 18 مجدي قفشه عارف انه يلعبها في الحته دي. وعلشان خطا في الحته دي وعلشان انتشارنا كويس مجدي قفشه عمل القضيه في الكره دي. فهو ليه عملها؟ عشان الانتشار بتاعنا كان جيد. النهارده مكسوني عمرو السوليه في، لكن لو الاثنين دول مش موجودين الكره تتعمل هترد واحد هيوقفها من دونجا يوقفها من بيراميدز هياخدها ويروح يعمل عليك هجمه. لكن الانتشار الجيد خلاك تاخد الكره الثانيه ودي المهمه. صحيح. طيب نروح لفاصل ونرجع مره اخرى بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. كابتن شريف كان ليك رؤيه دايما ان لازم النادي الاهلي يلعب ضغط، ولكن في فتره من الفترات لما تلاقي ان انت قربت تاخد الجيم ممكن تلعب نص ملعبك. شفنا تغييرات مستر موسيماني الشوط الثاني. تغييرات كانت بدايه من الدقيقه 60 السوليه مكان احمد عبد القادر، تغيير منطقي. طبعا. واحنا كنا عايزين قبل احمد عبد القادر بيرتساو كويس. وكنا بندور على دعم النص ملعبك، وكنا بنتمنى ان يكون عمرو السوليه وحمدي واليو ديانج دول من اول مباراه كويس. عايز اقول لك على حاجه يا كابتن. اتفضل. في لعيبه نوعين، في لعيب نوع منهم مهاري واتاكينج ويقدر يخلص زي محمد شريف كده ويجيب لك جول، واحد زي قفشه ناقل الحركه وتلاقيه موجود في كلها، وفي لعيب ديفندر ماشي ما بطلبش منه ان هو لازم يبقى عند ال 18 ولازم يطلع غير في الكرات الثابته ممكن والكلام ده. انت لازم تبقى مصنف لعيبتك في الاداء بتاعهم كويس. تعليماتك للعيبه في الاداء بتاعهم. عشان كده بيرتساو لما بيلعب احنا بنطالبين منه ايه؟ الدخول في 18 والخروج وتغيير البتاع والشوط واستغلال الفرص والفتح المساحات للكور العرضيه لما تيجي، او هو يخلق فرص لنفسه او فرص للفريق كلها. في حته التغييرات اللي انت بتتكلم عليها احمد عبد القادر النهارده حاله الجهاد لسه بصاحبها، تفكيره زي ما قال لك علاء كل كره عايز ياخدها ويعدي من واحد واثنين وثلاثه، مع انه يقدر يسهل الكره على نفسه وفي منطقه العمليات يقدر يستغل المهاره بتاعته. كويس. اكيد المدير الفني هو قاعد بره بيتفرج قال لك السوليه منه بيعظم لي نص ملعبي، وفي نفس الوقت بستغل ان احمد عبد القادر ما كانش النهارده على المستوى اللي بعدها على طول. كان في مين مكان احمد؟ حمدي فتحي شحات ايمن اشرف نزل مكان ايمن اشرف نزل مكان تاو. ايمن اشرف مكان حمدي فتحي وبعدين الشحات مكان تاو، او الشحات مكان تاو. كويس. يعني هو الراجل بيفكر على اساس انه يخلي اللعيبه اللي عندها كوره تخلص في الناحيه الثانيه في النص الثانيه موجودين بيزود عليهم السوليه او كانت النتيجه الجول الرائع اللي هو جابه. فين وفين لما غير قفشه في اخر ماتش خالص استغل واستنفذ قفشه في كل حاجه. جاب له جول وبيعمل عرضيات وبيعمل باس ان بتوين، وهو الرمانة الميزان اللي بيمسك كرة ويهدي اللعب ومشي اللعب بسرعة. كل ده فالتغييرات اللي بيشوفها المدير الفني بيحس امتى بيها؟ لما بيحصل عليك ضغط، لما بيحس ان الشكل الهجومي الامامي ما بيمثلوش اي حاجة وسايب ان الناس جاية من الاطراف علينا بتهجم. ايوه. فكده على طول هو اول ما يلاقي كورتين زي ما اسامة قال لفرقة بيراميدز هتجيب جول، ما هو لازم يستغل بقى يقفل الحتت دي. وفي نفس الوقت هو كسبان جول. ايوه. وكنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نلعب مباراه مره نعرف نكسبها. صح. 1-0 مش عيب قوي ان انا اخرج كسبان 1-0. مظبوط. عايزين يبقى عندنا الالتزام والشكل الدفاعي والتوازن ده. كويس. اللي بيحدد الحكايه دي بره المدير الفني. كويس. المدير الفني واللاعب بياخد تعليمات من جوه ينفذ. مظبوط. فان هو زي ما انا قلت لك مكسيوني النهارده عمل حاله دوشه في الملعب وفي نص الملعب وعمل ضغط
جاب منه عمرو السوليه جول. ايوه. فهي انت بتسالني في التغييرات، التغييرات دي لازم تبقى مفيده لحاجه معينه انا كمدير فني شايفها في الملعب. اه. اه احنا واحنا حتى بنتفرج نقول لك فلان ده لازم يطلع دلوقتي ولازم ينزل حد في نص الملعب يعدي نص الملعب او حد يساعد محمد شريف قدام او حد يطلع علي معلول قدام خدت بالك أيوة. ويمسك الباك ليفت هو زي ماشي. ايمن اشرف ويبقى علي معلول حر وما يبقاش عليه ضغط على طول يفضل رايح جاي رايح جاي أيوة. فده الشكل اللي بيفكر طيب. فيه المدير الفني كابتن علاء الكابتن شريف كان من الاول بيقول ان احمد عبد القادر في بدايه الشوط الثاني يغير لانه هو حتى مجهوده البدني اقل ولكن تغييره عمرو السوليه او تغييره احمد عبد القادر بعمرو السوليه غير في طريقه اسلوب اللعب مستر موسيماني جوه الملعب لان احمد عبد القادر كان بيلعب على الطرف عارف هو شاف ان هو دلوقتي يسيطر على نص الملعب ان هو يستغنى واحد من الاطراف ويلعب صح. السوليه ودي هتفيد في حتى حته الاستحواذ على الكوره نفسها يبقى اسلوب اللعب اتغير اه طبعا أي. طبعا اتغير ما اتغير احمد عبد القادر انت غيرت طرف من الاطراف ولعبت السوليه انت بتزود نص الملعب مظبوط واستغنيت عن الحته بتاع احمد عبد القادر ممكن يروح فيها محمد مجدي قفشه لكن هو فضل اني لا خلي نص ملعبي اكثر حيويه اكثر قوه شويه بنزول عمرو السوليه وعمرو السوليه وعنده حته ان هو حته الزياده بيعمل الكوره دي هايل رد فعل دي اللي غير بعدها على طول دي التوقيت بتاعه دي التوقيت دي اللي عمل التغييرات الكوره دي كان انذار بس انذار شديد شويه عشان كده علي عملها وحش بدات علي عملها انقاذ هايل من طبعا طبعا علي معلول لازم عملها وحش قوي وعلي ضربات الرقصه والشناوي امتياز فيها طبعا الشناوي طالع شناوي هايل انقاذ رائع هدف انقذ هدف الشناوي يعني حاجه زي كده ممكن تلخبط سير المباراه نفسها يعني هدف زي ده ممكن المباراه كلها سيرها يروح حته ثانيه خالص لكن هو الحمد لله الشناوي انقاذ حلو قوي والحمد لله ان دي كمان دي كره جول دي بص دي اخطاء ما بعدها اخطاء من علي جبر واحمد سامي اخطاء سامي. زي ما بص علي جبر بيعمل ايه اللي هو بيتصلح الكره دي يعني حسين داخل بيشوط وشه فوق عمرها ما تروح هتروح تحت وشه فوق بص يعني لو جبت كاميرا من ورا لا وشه كلها فوق جسمه كمان كلها يعني وضعيه جسمه غلط ليه شوط جامد وبيشوط وعامل فيها قوه زياده قوي هو اختار القوه أيوه. الحاجات القريبه دي عايزه دقه شويه دقه اكتر من قوه صح لكن بص هنا دي مكسوني برضو التجرأ وشاط خد الجرأه اه عندك انت بقى عندك الجرأه دي جات لك ان انت في نص الملعب خلاص تبقى تقيل شويه عمرو مع ديانج مع بعد نزول السوليه مسكت نص الملعب وفرصه زي دي ما تروحش هنا دي هناك يعني وضع محمد شريف معناه بالشمال وهو بيجي لعب الشمال دي اتحط هناك برضه حتى رد فعل يعني ثلاث كور الكره دي بص دي اتحط بالشمال هناك يا ايمن لكن مش هنا لكن الهدف اللي جابه اصعب من ده على فكره ده هدف طبعا عمرو خلاص الهدف ده انتهى الموضوع تماما صح انت سيطرت على الجيم خلاص ما عندكش مشكله خالص التغييره موفقه جدا ولكن اللي انا عايز اقوله ان تغييره عبد القادر بالسوليه انت كنت بتتكلم عليها في الاستوديو بالظبط كده على فكره مش عيب اثناء المباراه المدير الفني يغير شكل في الفريق لكن المهم انا بغير شكل فرقتي بتجيده برضه مش غريب عليهم صحيح طيب كابتن اسامه التغيير الثاني ايمن اشرف مكان حمدي فتحي في الدقيقه 69 هو النهارده مستر موسيماني لعب بثلاث طرق يعني لعب 4 2 3 1 في البدايه ايوه ثم احنا قلنا نص الملعب كان متاخد منك الشوط الاولاني بعد العشر دقايق الاولى فكلنا كنا بالنادي ان السوليه ينزل ان السوليه ينزل مع حمدي فتحي وديانج على حساب بيرسي تاو او احمد عبد القادر هو غير احمد عبد القادر ونزل حمدي فتحي قدام الاثنين المدافعين وشماله السوليه ويمينه ديانج واثنين قدام قفشه واحمد عبد القادر تحت شريف لعب 4 3 3 ايوه ده في الدقيقه 60 لعب 4 3 3 ايوه جه في الدقيقه 66 غير حمدي فتحي ونزل ايمن اشرف ونزل الشحات مكان بستاو راح مغير الطريقه ل 3 4 3 ايوه يعني رجع ايمن اشرف بقى محمد عبد المنعم بين قلبي دفاع وياسر يمينه وايمن اشرف شمال وهاني باك رايت ومعلول باك ليفت وحمدي وديانج والسوليه بقوا اثنين في نص الملعب ايوه وثلاثه قدام الشحات وقفشه وشريف ايوه يعني هو لعب 4 2 3 1 ثم 4 3 3 ثم حلو الجول ده من شريف يعني صعب لما دخلوا عليه هما الاثنين طبعا شريف
عنده سرعه كبيره جدا. أيوة. في التلت الاخير بيعرف يتصرف وعملها اكتر من مره انه. أيوة. بيعرف يعني يشترك كويس في لحظه. لا بص لف جسمه كويس قوي برجله الشمال حطها في الجول. لا صعبه صعبه لان هم كمان الاثنين دخلوا معاه في نفس التوقيت. الجون الاولاني اللي جابه في ماتش المقاصه اللي هو لف ب 360 درجه ده صعب جدا. 180 درجه 360 كتير. لا 180 هيرجع تاني على شيماوي. لا 180 درجه 180 بس 180 درجه وقدر يجيب جون جميل النهارده برده. لف زاويه يمكن اكتر من 90 درجه وقدر يجيب جون صعب. فهو شريف خطر وهداف وهو ده اللي بنقوله. كان في فرق يا كابتن اسامه. فرق. وهو ده اللي بنقوله ان المفروض المدير الفني يثق في بعض اللعيبه حتى لو كانت هربانه منه شويه. توفيق طبعا لان هو اتهز في الفتره اللي مستر كروش مش عايز يديله في راس الحربه في المنتخب بعد مصطفى محمد او مع مصطفى محمد. فكان اتهز شويه. لكنه هو هدافك صح. راجل جايب 22 جون السنه اللي فاتت. الراجل السنه دي ماشي كويس دلوقتي بقى له 3 ماتشات كل ماتش بيسجل. في ماتش الفاركو جاب جون. ماتش المريخ السوداني جاب جونين. النهارده جاب جون. فهو بالزبط. رقم واحد في المكان ده ما فيهاش كلام. اي حد تاني لازم يجتهد ولازم يحاول لغايه لما تيجي له الفرصه وده طبيعي. جايب 5 جول السنه دي. فاللي حصل ان 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 لعب بعد كده ب 3 4 3 بنزول ايمن اشرف مكان حمدي فتحي. انا يمكن دي يعني كنت مستغرب فيها شويه بقى وجهات نظر. بص دي الوقفه الدفاعيه يا كابتن. لعيبه النادي الاهلي بعد نزول او بعد التغييرات والنتيجه 2-0 ما خلاص كده بقت علي معلول هناك. ايمن اشرف عبد المنعم ياسر دلوقتي كريم فؤاد كمان لما غير هاني مظبوط بقى خماسي. هو قبليها كان هاني موجود فغير ل تقدر تقول عليها 3 4 3 او 5 4 1 صح. وده يعني مش عيب. لا مش انت عيب انت كسبان وعايز تحافظ على المكسب. طبيعي انت في فترات قلنا انك بتغير من اسلوبك او طريقتك صح. عشان تحافظ على مكسبك. مظبوط. ده في الكوره في العالم كله كده. ده في الدقيقه كمان يا كابتن ده خلينا على الدقيقه 89 تقريبا. كانت النتيجه بقت 2-0 مظبوط والماتش رايح خلاص للنادي الاهلي وبيستغل الاندفاع الهجومي لفرقه بيراميدز في الهجمات المرتده وقدرنا نجيب الهدف الثالث. فدلوقتي هو بيلعب 5-4-1 ادي الخمسه الخماسي اهو ثم الشحات وديانج وسوليا والكلام اللي احنا قلنا عليه قبل الماتش ان كله ورا الكوره يعني الكوره قدامهم وانت انت بتدافع كويس وقفتك صح وكسبان 2-0 ودي وقفه صح مظبوط وتفكير صح من مستر موسيماني طبعا. مش بس وانت كسبان 2-0 في ماتشات حتى وانت 0-0 في وقت في المباراه ممكن تلعب سواء بقى اي طريقه انت هنا 5-4-1 لكن اي طريقه بتلعب 4-2-3-1 لا انا عارف دي طبعا بس انا قصدي ان انت خدت اللي انت عايزه من الماتش ماشي. انا فاهم انه طبعا طبيعي لما تاخد اللي انت عايزه من الماتش تبتدي تلعب بهذا الاسلوب بالزبط. بس انا اقصد ان في مباريات يعني انت مثلا هتلاعب سان داونز في سان داونز ممكن جدا هيلعب مثلا 3-4-3 او هيلعب 4-3-3 مش عيب حتى من بدايه الماتش في فترات بعد المباريات انك انت تبقى مضيق مساحاتك بتلعب لورا شويه في ال 40 متر الاخيره او في نص ملعبك وبتبتدي تلعب على هجمه مرتده في وقت ثم تضغط في وقت ده طبيعي. في اثناء المباراه المدير الفني بيغير من خططه اثناء اللقاء في فتره بيضغط من قدام قوي في فتره بيتراجع لتلتين ملعب في فتره بيتراجع لنص الملعب في فتره ممكن يتراجع للمسافه اللي هي من 18 ل 20 متر قدامه بس يعني في ال 40 يارده الاخيره. فكل دي ادوات أو اشياء المدير الفني بيتحرك فيها عشان سواء يكسب امتى او يخطف امتى او يمتص حماس الفرقه الثانيه امتى او يربك الفرقه الثانيه امتى. فهو ده قدرات المفروض المدير الفني لاي فرقه. صحيح. زي ما قلت لك النهارده لعب بثلاث اساليب 4-2-3-1 ثم 4-3-3 ثم 3-4-3 والحمد لله قدرنا نستغل الفرص والاخطاء اللي وقع فيها فرقه بيراميدز. الحمد لله. كابتن عادل حسين الشحات مكان بيرسي تاو في الدقيقه 69. كابتن شريف اتكلم عن تغييره ميكسوني
وفي كريم فؤاد مكان قفشه في الدقيقه 82. بص يا كابتن، في تغييرات بتبقى في اخر المباريات لاهداف ممكن ما تكونش اهداف فنيه جوه الملعب، ممكن تبقى بتديني علشان محتاجني قدام، حاله نفسيه. بس ممكن الملعب. الكلام ده ممكن الكلام ده لو انت خلاص خلصت الجيم ومتاكد ان انت الجيم بالنسبه لك خلص وخدت 3 الهدف رقم 3. الهدف الثالث للاهلي جه في الدقيقه الكام يا كابتن؟ في الدقيقه 93. الهدف الثاني جه في الدقيقه الايه؟ 86. كريم فؤاد احنا قلنا هينزل علشان يقفل الحته اليمين. مظبوط. مكسوني هينزل علشان يعمل كم الجالي، لان هاني اشتكى ونزل مكسوني بالظبط. وكريم يعني فؤاد ده تغييره، يعني لو هاني كان مكمل كنت هيفضل موجود. ممكن. كنت اتاخر كريم فؤاد شويه. مكسوني في تمرير، في تغيير اضطراري، وفي تغيير انت بتغير طريقه، وفي تغيير بتحافظ على المكسب، وفي طريق انت عاوز تعوض، وفي في في حاجات كتير قوي. انت فاهمني يا كابتن؟ أيوة. لكن التغيير بتاع يعني الشحات بقاله فتره بينزل بديل. هاني اعتقد من نجوم المباراه النهارده كابتن. هاني من افضل ماتشاته النهارده يمكن. صح. حماسا. بعد اذنك عادل معلش. اتفضل. هي دي الكره اللي انا بقول لك عليها في الدقيقه 8. ايوه. بص بقى، انت في بدايه الشوط الثاني على طول جاب جون. كان أيوة. ممكن تجيب جون ونفس السيناريو اللي حصل في الشوط الثاني يحصل في الشوط الاولاني. في حاجه مهمه في الاهلي السنه دي. ايوه كابتن. الاهلي بيعمل نتائج كبيره مع الفرق الكبيره. مع الفرق الكبيره مظبوط. عارف دي بيديك انطباع ايه؟ ان النادي الاهلي بيعلى مع الفرق اللي بتهاجمه. انت فاهم؟ عشان كده بقول لك انه النادي الاهلي دائما بيبقى مظلوم في الحته الدفاعيه. ايوه. يعني احنا اتكلمنا على الحته الدفاعيه بتاعتنا. لو انت جبت حته دفاعيه كتير في اي مباراه حتى اللي بنكسبها بيبقى عندك اخطاء دفاعيه. ايوه. الاخطاء الدفاعيه لانك مش متمرس على الدفاع. ايوه. بس انا خليني انا عايز افهم الامر ده. ماشي. عاوز افهم الامر ده. خليني اقف معاك في النقطه دي. اي فريق وضع طبيعي لما بيهاجم بتتفتح صفوفه. بيبقى في حاجات بيقدر يستغلها الفريق الخصم. الريسك بقى بيفتح الريسك في حته ان انت هتلاقي مساحه ورا الديفنس، مساحه ورا باك من الباكات، زي ما مثلا ساعات بيحصل عندنا عند علي معلول. فالاخطاء الدفاعيه وارده طالما انت بتهاجم وفتح خطوطك. لا احنا مش بنتكلم على الدفاع المنطقه انك تسيب لهم الكوره. بنتكلم على الدفاع ما والكوره معاك. ما هو الناس فاهمه ان الدفاع والكوره انت بالكوره مش معاك. لا حتى وانت معاك لا الكوره معاك اكتر دفاعا. عارف ليه؟ الفرق ما بين الفرقه والفرقه لما بتدافع هتهاجم ازاي. أيوه. ولما بتهاجم بتدافع ازاي. أيوه. التحول. مزبوط. التحول دائما يقول لك التحول هو اللي بيديك القوه. تعرف تتحول ازاي؟ بتتحول بجمله تكتيكيه ولا عشوائي. النادي الاهلي طول الوقت هو الليدر، هو اللي بيلعب طبعا، والناس بتدافع طبعا. اللي بيدافع ما بيتعبش، واللي بيدافع بيلعب على الهجمه المرتده بيبقى مقدن جريو شويه. انت فهمتني يا كابتن؟ فالمهم ان النادي الاهلي لازم يتطور، لانه ده دي كرامه فرقه. انت خلي بالك. أي. عاوز بس اوضح الحته دي. النادي الاهلي دايما او الانديه الكبيره دايما بص انا جايب لك كوره كابتن عادل. بص هو النادي الاهلي بيبني الهجمه من تحت تمام، وبيراميدز عامله ضغط عليه، كان عامل ضغط عليه كويس. ولكن قدرنا برضو خلي بالك من ورا. ايوه ايوه طبعا. وبنكمل وبنبني الهجمه ونوصل لحد دفاعات بيراميدز. فبص انت بص البدايه منين؟ دي بدايه المباراه اللي احنا قلنا عليها. دي في الدقيقه 3. دي في الدقيقه 3 ان قلنا ان النادي الاهلي في ظاهره عليه جديه السنه دي. الثلاث دقايق الاولانيين بالذات في اخر ماتشات من اول الهلال، الثلاث دقايق او ال10 دقايق الاولانيين انت بتبقى عندك بتضغط جامد وبتروح جامد وبتلعب وبتباصي وبتتحرك. يعني انت هنا التحرك بتاعك وبتقابل بعض، وكان لسه فرقه والتحرك ده هايل. ولو كان الكره الطويله مد رجله شويه. بس هو اللي انا عاوز اقوله ايه؟ الفلسفه اللي انا نفسي اوصلها حاجه. أيوة. واحده بس، انه اتفضل. مش لازم طول الوقت الفرق الكبيره ها. أيوة. تكسب ارقام كبيره. أيوة. يعني مش لازم 5-4. لا وضع طبيعي في الكوره، انت ممكن تكسب واحد بس انت بتطمع الناس ان هم يبقوا عاوزين كده. أيوة. في اوقات انت ممكن تكسب واحد طبعا. صح. أيوة صح.
وتدافع، تجيبه وتدافع. أي. انت فاهمني؟ مظبوط. في دوري بينتهي بجول بمواجهه، انت فاهمني يا كابتن؟ خلي بالك اللي عمله مستر موسيماني النهارده، يمكن انا اتكلمت عليه في عجبني في بدايه المباراه، وقلت لك هو مش عيب لما تكون كسبان واحد واثنين وحاسس ان الماتش خلاص خلص تقريبا، او انت حاطط ايدك على الماتش، ان انت تغير طريقه اللعب، وكمان ان انت حاجة تلعب في نص ملعبك. صح. لا وكمان في حاجه، انت دارس الفرقه الثانيه. ايوه. متهوره. ايوه. لعيبه كويسه. أي. عندهم كبرياء. هو كابتن اسامه قال حاجه كويسه عملها مستر موسيماني النهارده، ان هو غير في طريقه اللعب او اسلوب اللعب بناء على اللعيبه اللي عنده والقماشه اللي نزلت ونتيجه المباراه والخصم كمان. انا موافق، بس انا بتكلم في ايه؟ قبل التغيير وقبل الحاجات دي، الفكره نفسها انك تكون متحكم في الملعب. ايوه. انا اقول لك في مباراه مش عاوزين نجيب اسمها، بعد ما كسبت اللي ما تسمى ايه اللي حصل؟ انت بتهاجم وهم بيهاجموا، انت بتهاجم وهم بيهاجموا، هم انت تروح على الجون وهم يروحوا على الجون، انت تروح على الجون وهم يروحوا على الجون. ايوه. وصل الماتش اتفتح زياده. الماتش اتفتح، وبعدين ما بقتش انت ممتلك زمام الامر. ايوه. كان هم ممكن يجيبوا جوان وانت تجيب جوان. ايوه. عشان كده بقول لك النادي الاهلي خلاص في وقت من الاوقات، وبالذات التلت الاخير من السنه، لازم تبقى اقتصادي شويه. احنا مراعيين، احنا كجمهور. أي. يعني انا بقول انا دلوقتي كجمهور هراعي لك دي، انه مش لازم بعد الاجهاد اللي انت فيه وبعد المباريات اللي بتلعبها كتير دي، مش لازم كل ماتش تمتعني وتجيب خمس ست جوان. لا، العب اقتصادي شويه، علشان احنا محتاجين جميع البطولات اللي بنشتغل فيها. بالظبط. مش لازم تعملي مهرجان زي النهارده كل مره. أي. لازم تكسب وتكسب وتكسب، لكن هنهدي علشان الاجهاد ضغط الماتشات. كابتن انت في حاجه عجبتني قوي لما جبناها دلوقتي. أيوة. فاكر لما بعد الماتش بدقائق لقينا ادوات النادي الاهلي فين؟ في المطار. عارف دي ايه معناها؟ دي منظومه طبعا، بغض النظر على النتيجه، وبغض النظر عن اللعيبه اللي بتلعب في الاستاد دلوقتي، وبغض النظر على المدربين اللي شغالين، لا في مجموعه اخرى شغاله في مكان اخر. ايوه. انت رايح تظبط السفريه علشان يسافروا عشان يطلعوا، بغض النظر على النتيجه كانت ايه، النتيجه كسبت النتيجه خسرت، فانت دي المنظومه. ده الفرق بين الاهلي واي انديه. كابتن علي انت بتتكلم عن منظومه، كل واحد ليه دور في النادي. فكر ده فكر، خلي بالك كل واحد ليه دوره. طبعا محدش يقدر. راحوا ده لمجموعه شغاله لوحدها. عارف لو كان الاهلي خسر النهارده 10 كان راح نفس النظام ورايحين ويشتغلوا. انت فهمتني؟ أيوه. هو ده الفكر بقى، هو ده النادي الكبير اللي احنا هو ده النادي الاهلي. النادي صحيح. الاهلي اللي طول الوقت بيعلم الناس ازاي يشتغلوا، انت فاهمني؟ عشان كده النهارده في بدايه الموضوع قلت لك يجب ان احنا ندي لكل فرق حجمها، لان احنا الحمد لله حجمنا الكبير قوي في كره القدم في مصر. طيب كابتن شريف، اسباب تفوق مستر موسيماني النهارده على ايهاب جلال؟ بص، موقف مستر موسيماني النهارده بعد مباراه المريخ لا يحسد عليه بصراحه. كنت تشوف الشكل ده في 48 ساعه بترجع لعيبتك تاني للملعب بحاله بدنيه بروح كبيره جدا، بانتشار في الملعب، ليه وما ليه وما اللي عليه ليه واللي ليه ليه، يعني فاهم ازاي؟ انت مش هتلعب مع فرقه بتلعب في الملعب لوحدك، وخاصه بتلعب مع فرقه كبيره جدا، انك انت بتقدر تتحكم في زمام الامور. اذا كان من المباراه 90 دقيقه انت بتتحكم 70 دقيقه في زمام الامور، ده شيء جيد جدا في الحاله اللي انت فيها دي. صح. راجل اكيد واعي وفاهم وحاسس بجميع لعيبته الدنيا فيها ايه. يعني انا النهارده هو بيحط التشكيل، كنت بتمنى ان يكون في مثلا ناحيه اليمين طاهر محمد طاهر جنب محمد شيك، ما لقيتش طاهر محمد طاهر خالص. اذا بيبقى في حاجات خارجه احنا مش عارفينها، هو اللي يعلمها. ايوه. هو اللي عارفها، هو اللي بيحط تيم على اساسه. ممكن يكون زي ما انت شفت سوليه النهارده مجهد. ايوه. خلاها بره، ولما نزل لعب قد ايه سوليه؟ لعب 30 دقيقه. ايوه. 30 دقيقة للعبة دي كان هو عايز حاجة معينة في وقت معين في خلال المباراة. قدر يستغله وقدر يديله. دخول وخروج اللاعبين هو صاحب الرؤية بتاعته، هو اللي حاسس وسطيهم. وكل لعيب ممكن يروح للمدرب، واحنا ياما كنا بنروح نقول الاقي الدكتور جاي يقول للمدرب شريف عنده شد. أي. خفيف.
بلاش تبتدي بيه المباراه دي. احنا بنبقى احنا قاعدين بنقول هو شريف ما بيلعبش ليه؟ هو اسامه ما ابتداش ليه؟ ده النهارده قدام بيراميدز لازم كان اسامه يكون موجود. أي. زي ما انا قلت لك كريم فؤاد لو لعبنا مع محمد هاني هنقفل الناحيه دي، خاصه ان انا بلاعب بيراميدز والناحيه الشمال بتاعته من اقوى الاشكال اللي هي ممكن تشكل عليك خطوره. فتعامل مستر موسيماني مع التوفيق اللي حصل عليه مع الضغط مع تمنياته في المباراه كلها ان السيناريو ده يحصل فيحصل، فده جود لك جود لك. بس في ايه؟ بجانب انا بدي كل التحيه للعيبه الحقيقه. اللعيبه الحقيقه في الملعب رجاله، ما عندهمش التزام باماكن، اللي بيتضرب التاني بيحاول يغطي عليه، الضغط مستمر، المفهوم واحد ان انا لازم اضغط على الفرقه دي عشان اخليهم يغلطوا، وده اللي حصل. ايوه لازم اضغط على الفرقه عشان اعمل فرص ليا يجوز اجيب منها اهداف، وده اللي حصل. فالتعامل صح. مع المباراه كان موفق جدا الحقيقه. اللعيبه كلها حسب اهميه المباراه، حسب اهميه الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، حسب اهميه البطوله، حسب ما رايحين كمان مسافرين. فاعتقد المفهوم ده ما بيتصدرش كده من الهوا، اكيد المدرب ده بيقعد يتكلم مع اللعيبه دي وبيفضل عارف يقول لهم ايه وعارف يجهزهم ازاي وعارف يقول لهم انا مقدر المجهود الكبير اللي عليكم، وباذن الله احنا كل اللي هنعمله ان احنا هننفذ تعليماتنا مع بعض ونشيل الفتره دي اللي هي متلاحمه زي ما بيقولوا ورا بعض ورا بعض ورا بعض. انا كجهاز فني مقدر المجهود اللي انتم فيه، فدي بتدي راحه نفسيه للعيب نفسه ان الناس اللي قاعده مسؤوله عنه مقدره كل ده. الاداره نفسها لما بتيجي تعمل اجتماعات معاهم او بيوصلوا لهم اي وجهه نظر بيوصلوا للعيبه زي ما احنا بنوصل للعيبه ان احنا مقدرين اللي انتم فيه. احنا على ايامنا احنا ما كناش بنلعب كل 48 ساعه مباراه، ولما كنا بنسافر ونلعب مباراه دوري ومش كده برضه بتبقى في ارهاق كبير جدا، يمكن مع اختلاف الطيران مع اختلاف الوقت. انما حاليا انت بقيت في بؤر الضوء كبيره قوي. احنا ايام احنا كنا بنلعب كنا لسه بنحقق اول بطوله ايمن لافريقيا. صحيح. دلوقتي دول على عاتقهم 10 بطولات وبيدوروا على 11. مظبوط. وعندهم تنافس شديد قوي مع اكبر انديه العالم، فمسؤوليه اكبر الحقيقه. صحيح. طريقه الاسلوب، طريقه الاداء، طريقه الادوات، طريقه كل حاجه اختلفت. فالمدير الفني دايما بيتمنى انه لما يكون عنده رؤيه في عبد القادر وبيرستاو من بدايه المباراه انه هم يكونوا في حالتهم الطبيعيه. انما الناس مش فاهمه ان ممكن يكون بيرستاو راجع من اصابه وبيحاول يعمل ريكفرنج لنفسه، ياخد وقت وياخد وقت، ما بيلحقش في 48. صح. فبياخد الوقت ده الصغير ده. احنا بنتمنى زي ما جه وزي ما فاجئنا وزي ما جاب جوال وهدف واثنين وثلاثه، اوميكسيوني لسه جايب هدفين كان في المباراه. فكل لعيب بيبقى له دور في الوقت، كل ده اللي بيتمناه المدير الفني. المدير الفني والاجهزه اللي معاه كلها. اه طبعا. يعني كنت عايز اسال مثلا عادل مره واسامه اقول له هل حد في حكايه التغييرات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها دي وانتم مديرين فنيين بتسمح لحد عادل او اسامه يتدخل معاك في عمليه التغيير؟ على فكره الحكايه بقى في وقت بتبقى تشريف انا الدنيا بتبقى انا هقول حاجه بس لما انا عايز اقول حاجه قبل انت ما لا انا هقول لك بس انا بقول ليه ما انا هقول لك بس المدير الفني في لحظه الكابتن علاء بيقول كان مدير فني برضه لا لقيت ايه انت قلت الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن ما كانش علاء موجود الماتش اللي فات انا كنت بكلم الاثنين الحته دي وما كانش علاء معايا فبقول المدير الفني ساعات بتبقى الدنيا مشوشه بقى خلاص ففي بيبقى وقت ناس قاعده بره ما في دور جهاز معاون في جهاز معاون هل المدير الفني في اللحظه دي بيجري ويتكلم مع انت بتتكلم مع المساعدين ولا انا بتكلم معاهم زي ما عادل قال لي قبل الماتش كل واحد ليه راي هي انما ساعه الماتش ده انت بتكلمني عن مدير فني دلوقتي في ساعه الماتش ده مسؤوليه كلها فين على المدير الفني لما بنشوفه بيقعد يشرح للناس بره يا اسامه بره والتحركات وبيقول ومش عارف ايه اكيد الراجل ده ليه مغزى من الكلام ده انه بيبلغهم بحاجه بتحصل جوه خليكم معايا كويس بس ممكن ياخد راي مساعده الله اعلم بقى خدت بالك ايه شكل العلاقه بس الشرط. او اهو في واحد قال لك شرط لا ما اعرفش دي فلسفه مدربين عادل يقول لك انا باخد اسامه يقول لك انا ما باخدش بس لا مش ما باخدش تكلمني على مدير فني هو صاحب المسؤوليه كلها طبعا النتيجه ايجابيه ليه النتيجه عدم الايجابيه بتبقى عليه يعني بعد اذنك يا كابتن شريف في فرق بين المناقشات قبل المباراه واثناء المباراه لانك انت بيبقى عندك كمدير فني بيبقى عندك سيناريو انت حاطه في دماغك بالتغييرات بكل حاجه وبتتناقش مع المساعدين وبتسمع رايهم ممكن وجهه نظرك تتغير في شيء
ولكن في اثناء اللقاء مش هفضل انا كمدير فني في كل تغيير اروح اسال المساعدين بتوعي اغير ده ولا ما اغيروش اعمل لا لان انا بيبقى عندي رؤيه مدرسه محضره لا ده اغلب المدربين عادل هيرد يقول لك حاجه ثانيه لا ممكن دي مدارس مدارس مختلفه ماشي بس انا بقول لك اغلب المدربين ما فيش حاجه اسمها في التغيير اثناء اللقاء ان كل قرار هاخده هرجع للمساعدين بتوعي مفيش حاجه اسمها كده مش ما ما يعني في وقت كده مدير فني مالوش لازمه يبقى المدير الفني مالوش لانه ليك رؤيه لان كل واحد هيبقى ليه عنده رؤيه مختلفه احيانا في حاجات بتبقى عايز تاخد راي متردد فيها عايز تسمع راي ياكد لك رايك ساعات ده الاجابه على سؤالك لكن المدير الفني في الاغلب التغييرات دي اثناء اللقاء برؤيته صعب يعني مش كل قرار ارجع للمساعدين ايوه بس في نقطه يا كابتن دلوقتي المساعدين لما انت بتديهم المهام ممكن يغيروا ما فيهاش مشكله احنا بنشوف جارديولا والناس دي كلها الناس بتيجي في وجودهم لا مش كل قرار كابتن اسامه عربي قصده كده لا انا عاوز بس اكمل حاجه مش كل تغيير يعني انا دلوقتي انت بتعين واحد من الجهاز بتاعك يتفرج على الفرقه الثانيه ماشي ما يبصش على فرقتك ففرقه ثانيه افرض الفرقه الثانيه عملت تركه انت مش خدت بالك منها كمدرب ماشي. لازم تروح تقول طبعا اكيد ساعتها المدرب هيكبر لا مش عندنا بس في ناس بيعملوا انا والله كنت بشتغل كده يا عادل بس على فكره دي موضوع انت بتشتغل كده لان المستر موساني برضو ده بيقعد فوق ده الفتره يعني. الفتره لا 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 بيتكلم عادي بيتكلم اثناء المباريات الكلام ده مش عندنا في مصر انت ممكن يكون بره عشان تلاقي الجهاز 7-8 افراد يا علاء لا بعد اذنك يا عادل حتى اللي انت بتقوله ده لو انا حتى معين واحد للفرقه الثانيه خلاص او اسمع بس شوف بسمع لكن ممكن جدا المساعد مثلا انا محمد شريف انا واثق فيه انه هفضل اخليه لغايه الدقيقه 90 لان انا عارف ان في اي وقت هيجيب لي جول ممكن المساعد يقول لي ايه ده محمد شريف وحش قوي النهارده ما تغيره وتنزل فلان لكن انا ممكن يكون عندي قناعات جوايا ان شريف ده محمد شريف ممكن يكسبني في اي وقت بس كده ففي حاجات بس مش كده لا لا لحظه لا انا بقول لك دي مش كده ليه اقول لك انا وجهه نظر انا ايه في ايه انت عندك مساعدين قد ايه في 3 في 4 الاربعه انت بتعين واحد منهم للمدافعين بتوعك بس وبتعين واحد منهم للمدافعين الفرقه الاخرى وبتعين واحد للفرقه الاخرى بس عشان يقول لك كل لحظه كابتن انت قلت ايه لحظه سيبني كمل طيب كمل وهرد انا عليك. واقف على الخط انا هشوف كله ما قلناش كله انا عينته انا بقول لك لا خلينا اكمل فكرتي خليني بس اكمل فكرتي ماشي كمل فكرتك انا دلوقتي واقف شغال على فرقتي فقط ماخد انا واخد الحته دي بشتغل الحته الهجوميه ازاي اطور الحته الهجوميه عندي بيجي المساعد يقول لي خلي بالك وانت بتطور الحته الهجوميه اللي حط لك حته تانية نزل لك لعيب سريع ناحيه اليمين علشان انت لما تطور ناحيه تعمل فعاوزين نغير ده عشان نعمل اقول له لا بص اقول له تعالى اقول له لا في وقت اقول له لا في وقت اقول له لا في وقت اقول له لا يبقى انت ما تاخدش الجهاز لا. اصلا معاك اشتغل لوحدك لا لا فاني لا لا وجهه نظر هي مدارس زي ما قال الكابتن شريف مدارس يا ايمن يا ايمن انا نفسي ديكتاتوري مدرب ديكتاتوري بثق في نفسي يا ايمن ثانيه واحده بثق في نفسي زيك اسامه كده مثلا انت بتقول 90% ببقى انا رايي و10% في وقت معين انا بثق في رؤيتي ولازم ابقى مفتح عيني على كل حاجه في الملعب العينين اكتر ولا الستة ليه قصده ستة يعني ستة لا لا ولا مش ثانيه مين قال لك ان انا مش هسمع بس احنا عشان في مصر مين قال لك ان انا مش هسمع القرار قراره هو اقول لكم وجهه لا عايز اوريك حاجه عشان احنا عندنا القرار قراره هو لحظه غير مصر ادي لك النهايه عندنا في مصر المدير الفني بياخد مساعد ضعيف ليه؟ لا لا حتى لو مساعد قوي سيبني بس اكمل اي مدير فني بياخد مساعد اضعف منه انت قلت ليه؟ انت قلت بيخاف ينط على مكانه انا بكلمك بمنتهى الامانه بره مفيش الكلام ده طب ماشي بره في واحد بيسحب عادل اقول لك على حاجه عادل اقول لك على حاجه مديرين فنيين كبار قوي واصحابي ومسكوا ومعاهم مساعدين بيثقوا فيهم اول ما بيمشي بيجي المساعد يقول لي ده انا اللي كنت بقول له كل التغييرات وانا اللي كنت هو ده ايوه لحاجه وانا اللي كنت هتصدق مين هتصدق مين ساعتها ده طبعا بص يا بص اتفضل المدير الفني هو رئيس المنظومه كل حاجه بتصب عنده صحيح في مساعدين يثق فيهم
في مساعدين ياخد رايهم، في مساعدين، لكن انا لو انا مع مدير فني ما عنديش رؤيتي الفنيه الشخصيه ووجهه نظري بتسمح له بمساحه، يبقى انا لازمتي ايه؟ ان انا ابقى رقم واحد. لازم امال انا ايه خبرتي؟ انا في احيانا ممكن اسمع وجهه نظر المساعد بتاعي ماشي هيفتح لي حاجه مزبوط. لكن ممكن انا بيبقى عندي حاجه انا شايفها من وجهه نظري وخبرتي اللي انا واخدها كمدير فني صح. ان انا مش هغير دلوقتي فيه. لا انا ده وحش بس هخليه شويه ده مش عارف فلان مثلا مزبوط. زي ما احنا بنتكلم على علي معلول فيه. لا ده علي معلول مثلا بخبرته انا مش هقدر اغيره دلوقتي هو تعبان مزبوط. عشان يمكن هيعدي وهيعمل لي واحده بالعرض صح. ففي احيانا ولو توقفت ماتش وقعدت فوق كابتن علي ديزيشن ميكر ده ماشي يا كابتن اسامه كمل صاحب القرار دي مشكله كبيره صاحب القرار فاللي انا اقصده المساعدين مهمين صحيح ولهم ادوار صحيح. ولكن عايزين نفرق بين المدير الفني والمساعدين مفيش حاجه اسمها ان كل قرار هاخده لازم ارجع المساعد. لكل المساعدين في كل قرار هاخده هغير اللعيب الفلاني لازم ارجع للمساعدين مش هغير اللعيب الفلاني لازم لا مفيش حاجه اسمها كده طيب تعالوا نروح بقى ناخد احصائيات المباراه كابتن علاء الاحصائيات انت دايما ما بتعترفش بيها ولكن الاحصائيات النهارده نادي الاهلي النادي الاهلي نسبة الاستحواذ 52% بيراميدز 48% التمريرات الصحيحة للنادي الاهلي 441 من 530 بيراميدز 412 من 491 نسبة التمريرات هنا 83% للنادي الاهلي ونسبة التمريرات لبيراميدز اعتقد 48 دي خاطئة ما تجيش ابدا 48% دي 84% دي 84% وانا عاملها عندي حتى 84% هي دي بالنسبه للتصويبات 4 من 8 على الجول بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لبيراميدز 2 من 12 على الجون لبيراميدز ركنيات النادي الاهلي 1 وبيراميدز 4 اخطاء هنا 15 وهنا 15 في تعادل في الاخطاء كروت صفراء 4 للاهلي وثلاثه لبيراميدز كابتن علاء لو بصينا بقى على قبل ما نتكلم سريعا على ماتش سان داونز وايه اللي ممكن يحصل فيه وهل مستر موسيماني هيغير فكره واسلوبه عن ماتش النهارده ناخد جدول الدوري يا كابتن علاء النادي الاهلي في المقدمه رجع تصدر مره اخرى لعب 10 مباريات ليه 28 نقطه صاحب اقوى هجوم النهارده جاب يعني بالثلاثيه النهارده جاب 30 جول عليه 8 وبقى تقريبا كده او مش تقريبا هو وبيراميدز اصحاب اقوى دفاع دي حقيقة كويس بيراميدز في المركز الثاني ولكن لعب مباراه زياده ليه 26 نقطه نادي الزمالك في المركز الثالث لعب مباراه زياده لعب 11 مباراه ليه 25 نقطه نادي سموحه في المركز الرابع لعب 12 مباراه ليه 23 نقطه النادي البنك الاهلي المركز الخامس لعب 12 مباراه ليه 17 نقطه نادي المصري البورسعيدي السادس لعب 11 مباراه ليه 16 نقطه في المركز السابع نادي فاركو لعب 12 مباراه ليه 16 نقطه المركز الثامن فيوتشر لعب 11 مباراه ليه 15 نقطه المركز التاسع اتحاد السكندري لعب 11 مباراه ليه 14 نقطه المركز العاشر الجونه لعب 11 مباراة ليه 14 نقطة. مركز ال 11 MP لعب 12 مباراة ليه 14 نقطة. مركز ال 12 سيراميكا كليوباترا لعب 12 مباراة ليه 13 نقطة. في المركز ال 13 غزل المحلة لعب 11 مباراة ليه 12 نقطة. مركز ال 14 طلائع الجيش لعب 11 مباراة ليه 10 نقاط. في المركز ال 15 مصر المقاصة لعب 12 مباراة وليه 9 نقاط. إيسترن كامباني في المركز ال 16 قفز من المركز ال 18 للمركز ال 16 بنتائجه الإيجابية خلال الثلاث مباريات الأخيرة لعب 12 مباراة عنده 9 نقاط. مولين العرب في المركز ال 17 لعب 12 مباراة عنده 8 نقاط. وأخيرا نادي الإسماعيلي في المؤخرة المركز ال 18 لعب 12 مباراة وعنده 5 نقاط. الكابتن علاء الواضح من المركز ال 14 او من المركز ال 13 حتى المركز نتكلم على المركز السادس ثلاث نقاط
تفصل بين الفرق دي. دي حقيقة، بس أنا عايز أتكلم على فرقتين اتنين. إسماعيلي واحدة منهم. إسماعيلي طبعًا يعني في موقف صعب جدًا جدًا، عمري ما شفت الإسماعيلي في الموقف ده، وإنه حتى مش عارف يكسب. موقف لا يحسد عليه بصراحة. بجد أه، لكن الحاجة التانية عايز أشيد بعلاء عبد العال وويست الكومباني. صحيح. لأن ماتشين بست نقاط، وهو الراجل كان قال استنوا فريق الشرقية الدخان زي ما بيقولوا. بعد الانتقالات الشتويه او اللي حصلت، وماتشين بست نقاط طبعا تحسب له، هو كسب ماتشين وفي الماتش اللي قبله كمان يتعادل مع النادي الاتحاد وهو 10 لعيبه. زمان النهارده انبي فريق من فرق المقدمه دايما طبعا. الراجل مؤمن بقدراته، مؤمن بقدرات الفريق نفسه، ودي حاجه كويسه، والاداره مدعمه كويس قوي. فكل التحيه لعلاء عبد العال وتحيه لويستر كومباني، وبتمنى ان يعني ان شاء الله الاسبوعين او الثلاثه اللي جايين مش عايش في الاسماعيلي هنا، ان صعب جدا تلاقي اسماعيلي في مولين في قاعه الدوري. المقاولين كمان حاله غريبه جدا، مولين يعني برضو موقف غريب جدا عن المقاولين، فجاه بلاقيه قبل الاخير. صعب جدا المقاولين والاسماعيلي. لكن زي ما انت قلت يا ايمن، الفروقات من 14 لحد 18 ماتش اربع نقط، يعني ماتش واحد بيطلعك ثلاث اربع مراكز. زي مثلا بيست كامبني يعني كان اخر قبل الاخير الدوري، ان النهارده بعد ما كسب ماتشين بقى هو دلوقتي قبل المقاولين وقبل الاسماعيلي. صحيح. فبتمنى ان شاء الله الاسماعيلي بقى يعني في حاجه سلبيه ثانيه يا كابتن. لو بصيت من المركز التاسع حتى المركز ال 18، بتتكلم على نص الفرق تقريبا. الفرق في الاهداف كلها بالماينس. دي حقيقه. يعني بص، من اول نادي الاتحاد ناقص 2، بعده ناقص 3، ناقص 4، ناقص 1، ناقص 3، ناقص 8، ناقص 7، ناقص 14، ناقص 6، وبعدين ناتي نادي اسماعيلي ناقص 11. دي حقيقه طبعا، ودي حاجه من ضمن السلبيات اكيد في الجدول. وبعدين ده فعلا من نص الجدول بالظبط، ده التاسع يعني من المركز التاسع ل 18. صحيح. تمام. ده في كمان في مشكله في الجدول. انت عندك إستر كامباني اللي هو اخر واحد في النزول من تحت 9 نقط. مظبوط. الرابع البنك الاهلي 17، انت عارف الفرق بينهم كلهم 8 نقط، واللي تحتيه 16 كمان هي 7 نقط، واللي تحتيه 15، يعني هم اقرب للي تحت من اللي فوق، يعني الاربعه اللي فوق في مكانه خالص بعيد. اه مظبوط. يعني وبالذات الاهلي والزمالك وبيراميدز. يعني سموحه يجي بعديهم بخطوه. ثم البنك الاهلي 17 نقطه، لكن انا بتكلم لغايه المجموعه اللي باقيه كلها مع بعض تحت بعيد خالص. يعني في بالزبط. مسافة. صحيح. يعني فرقة لو كسبت ماتشين ممكن تلاقي. صحيح. زي ما انت بتكلم علاء دلوقتي، هتلاقي عدى خمس ست مراكز. مظبوط. فوق بمكسب ماتش ومشي. او العكس. صح. لو واحد ينزل. اتعصر ماتشين او ثلاثة. صح. هتلاقي مثلا ليتح. في الاربعة خمسة اللي تحت. صحيح. يعني الموضوع بعيد جدا. صح. يعني طيب سريعا كابتن عادل، مباراة سان داونز كمان 3-4 ايام ان شاء الله، مستر موسيماني يلعب بنفس فكر واسلوب اللعب بيه النهارده، ولا هيبقى حريص لان الماتش في سان داونز في جنوب افريقيا ممكن يلعب ويغير في الطريقه بتاعه 3-4-3؟ لا اكيد طبعا هيغير الطريقه، ما احنا قلنا ما فيش بروفر اي مباراه. انت عنده فكره انه هيروح هيلعب سان داونز ازاي، وبعدين خلي بالك انت هتلعب الساعه 3 الظهر. مشكله. أيوه. يعني انت في متعود على اجواء وبعدين نوم وبعدين سفر وجهاد، وبعدين هتنزل هتلعب في وقت متغير عليك، بقالك فتره كبيره ما بتلعبش الا مره واحده في السنه. لما صحيح. بتروح تلعبهم بس، ودي مشكله كبيره قوي. ما انت لازم تروح تتمرن من بكره، هتتمرن تمرينتين. أي. هناك. أي. عشان الاجواء بس، عشان تتعود حاجه بسيطه. أي. مش بقول انك هتموت نفسك، لا انت هتروح تشوف طبيعه الجو والحاجات دي. حاجات تانية المهمه، الجو هيبقى فيه رطوبه شويه. رطوبه شويه وحراره خلي. أي. بالك يعني النسبه المئويه يعني مش تبقى كبير، فهتبقى في مشكله، هتبقى عندك مشكله كبيره يعني. ولكن في المباراه في الاخر انت تروح بمنتهى العقل ان احنا لو ما كسبناش ما نخسرش ان شاء الله. وده المهم. واعتقد ماتش النهارده برده هيبقى فارق كتير جدا، وعنده ليه تاثير ايجابي على معنويات اللعيبه قبل المباراه. ولكن طريقه اللعب اللي انت اتكلمت عليها، افتكر انه هيلعب بطريقه فيها توازن. فيها توازن. هو درس الفرقه الثانيه كتير قوي اتفرج عليها. هاي. فاكيد هو يعمل حسابه. طيب اخيرا كابتن شريف، لو قلنا رجل المباراه اليوم. ديانج. اليو ديانج. اليو ديانج. كابتن علاء. ديانج. ديانج. كابتن اسامه. محمد هاني. محمد هاني. كابتن عادل. انا بحب ديانج. هو بيموت فيك. هو كان كويس قوي كمان. بقول لك ايه؟ لعيب من صفات عالميه. صحيح صحيح. انا ادي رجل المباراه برضو محمد ديانج.
محمد لا 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 محمد ديانج هو هاني عمل ماتش كويس قوي محمد ديانج محمد ديانج هاني عمل ماتش كويس قوي لكن اليو ديانج هو رجل المباراه من وجهه نظر كباتننا الكبار. دلوقتي هنطلع فاصل ومن بعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا.